بندي معلومات طبية مش علشان تطبق، لكن لمجرد ان انتوا لما تعرفوها تبقوا متعاونين اكتر مع الدكتور الاخصائي بتاعكم، وبالتالي يبقى في نتيجة احسن. اهلا بكم احبائنا في برنامج جديد من برامج الصحه الكامله. النهارده الحقيقه زي ما وعدناكم هنكمل برنامج صحه الانسان والاسنان، او الاسنان بتعبر وبتكمل كجزء مهم جدا في الصحه لصحه الانسان. ف علشان كده معانا نخبة من دكاترة الأسنان أو أطباء الأسنان المتخصصين المحترمين اللي هيشاركونا ويتبرعونا بمعلوماتهم الحلوة عشان كلنا نستفاد منهم. وعلشان كده بفكركم بتنبيهنا إن تطلبوا الأحباء وتذكروهم إن يدخلوا على القناة، سواء على الديش أو البوكس أو على الإنترنت logoschannel.com البث المباشر يشوفونا. طيب بكده نبتدي. أرحب بضيوفنا الحلوين الدكتورة نوال رافائيل. أهلا بك دكتورة نوال. دكتورة نوال أخصائية أسنان بتعمل كل حاجة، ولما يبقى في حاجات في الجدر بتاع السنان او الاعصاب بتاعها بتبعتهم للدكتور عماد بسالي. اهلا بيك يا دكتور عماد، اخصائي الاعصاب والعمق بتاع الاسنان. ولكل الناس اللي يحبوا يبقى سنانهم وبقهم مش بس الروحاني بل ايضا الفيزيكال يعني جميل، معنا الدكتور هاني يوسف. اهلا بيك يا دكتور هاني. اهلا بيك يا دكتور. الدكتور هاني متخصص في التقويم وجعل الاسنان في اجمل منظر ليها وفي اجمل صحه ليها. فبنرحب بيكم وبنشكركم وربنا يعوضكم على تعبكم وتحضيركم. شكرا. نفكركم ببعض الحاجات المهمة اللي عدينا عليها الحلقة اللي فاتت عن الأسنان من حوالي فترة. فدكتورة نوال أبتدي بيكي، دايما بحمل عليكي. أيوة. تدينا فكرة عن اللي اتكلمنا عليه والنقط المهمة اللي مفروض الناس كلها تفتكرها تذكرينا بيها لو سمحتي. بنرحب بالسادة المشاهدين وبنقول لهم إخريستوس أنستي. وكنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن صحة أسنان الأطفال، وكل أم دايما تسأل هنجيب الطفل إمتى يشوف سنانه، فبنقول يعني من سن سنتين وطالع، لأن بيكون السنان اللبنية كلها ظهرت، فعايزين نعودهم إن هم يزوروا دكتور السنان حتى لو مفيش أي مشاكل. بنطلع منهم الخوف والرهبة بتاعت الزيارة، وبعدين بنكشف برضو، بنعودهم إزاي يقعدوا على الكرسي وإزاي يبقوا مش خايفين. وبعدين لو شفنا اي حاجه، طبعا بيبقى لسه بدري ان تحصل حاجه في السنان، بس ساعات بنلاقي فيه تسوس، فبنضطر بقى مثلا ناخد اشعه، بنديهم يعني نصائح ازاي يعملوا اسنانهم بالفرشه، ازاي في اطفال بتنام باللي هو البزازه فيها اللبن بيبقى فيه سكر بتنام بيه، فده بيبوظ السنان القدامانيه، فبنضطر نقول للام انها مثلا تمنحها او تحط فيها ميه، وقبل ما يناموا لازم يعملوا بالفرشه، وما يعرفوش يعملوا بالفرشه على الاقل يشربوا ميه او يمضمضوا بقهم، وتعودهم بعد كده زياره لدكتور السنان كل 6 شهور.
دي بتبقى عادة كويسة خالص، وما نستناش لما يبقى فيه وجع، لأن ساعات بيبقى متأخر لو في سنة فيها سوسة صغيرة، ما يعني ممكن نلحقها بحشو بسيط، لكن لو استنينا ووصلت العصب بتبقى زي عملية بالنسبة للطفل. فبندي توعية للطفل وبندي توعية للأم، وبيبقى يعني حاجة مستمرة، كل 6 شهور بتجيب الأولاد يكشفوا على أسنانهم. الحاجات اللي بتبقى ظاهرة قوي في الأطفال طبعا ما بيحبوش يعملوا بالفرشة، بتساعدهم الأم شوية بفرشة طرية، حاجة زي لعب أو حاجة فيها تايمر، بحيث يبقى العملية مشجعة وتبقى مور فن. وبنقول ما ياكلوش حلويات كتير، ولما بيجونا العيادة بنحط لهم فلورايد، ده بيقوي السنان وبيعمل لها مقاومة للتسوس. وبعدين لما بتبتدي الأسنان الدايمة تطلع بنحط لهم حاجة اسمها سيلانت أو واقي للتسوس بالنسبة للسنان اللي هي بتبقى وراء السنان الدايمة، عشان تعيش أطول فترة ممكنة وما يحصل لهاش يعني مشاكل بعد كده. بالنسبة للكبار يا دكتورة، بتنصحي إمتى الإنسان يروح للدكتور، وإيه اللي بتعملوه لو أنا ما عنديش أي مشكلة وبتقولي لازم تروحي كل فترة قد إيه، بتعملوا إيه في الزيارة دي؟ بالنسبة للأدلت أو الكبار بنقول برضو كل 6 شهور يجوا يعملوا تشيك أب. لما بيجي عندنا بنعمل له أشعة وبنكشف طبعا بالنظر، وبنشوف لو في أي مشاكل في السنان أو في اللثة، لأن ساعات بيبقى مثلا البق مليان تسوس بس ما فيش وجع، فالعيان حاسس إنه هو كويس، فنكتشف إن في كذا حاجة عايزة تتعمل، وبيبقى طبعا يعني ساعتها بيبقى العلاج سهل وبسيط وغير مكلف وما بياخدش وقت، وممكن يتعمل من غير بنج، فبتبقى العملية أسهل بكتير من كل النواحي. فمش عايزين الفكرة إن أنا أسناني كويسة ما دام ما فيهاش وجع يبقى أنا مش هروح للدكتور، دي نظرية خاطئة. طبعا دايما بنقول يعني بنكرر كل 6 شهور جاست تشيك اب، ولو شاكين في حاجة بناخد أشعة، ولو في حاجة يعني مستعجلة بنعملها في نفس اليوم، لو في شغل كتير بنديله مواعيد تانية، بس بننبهه وبنوعيه، وبعدين بنقول له مثلا ازاي هيعمل بالبراشنج بالفرشة، بنقول دايما مرتين في اليوم، حتى يعني لو هو حس ان اسنانه نظيفة دي المفروض تبقى عادة. وطبعا بنفضل بعد الفطار وقبل النوم، ان في ناس بتيجي يقول انا تو ما بصحى من النوم بعمل سناني وبعدين افطر واروح الشغل، فيبقى هو اسنانه قعدت نظيفة مثلا 10 دقايق بس، يبقى كأنه ما عملش حاجة. فإما نعملها تو ما نصحى من النوم وبعد الفطار، يا إما لو ما فيش وقت يبقى ممكن تو ما نصحى نمضمض ولا نحط ماوس ووش ونعمل سناننا بعد الفطار، يبقى كده حافظنا عليها فترة طويلة نظيفة لغاية مثلا الغدا لما يجي. لو الغدا مثلا ما عندوش وقت يعمل براشنج بنقول ممكن ماوس ووش تاني وفلوسج مثلا. وبعد كده العشاء لو هو بياكل حاجة بعد العشاء يبقى مش هيعمل بعد العشاء، هيعمل قبل النوم. في ناس تتعشى، والمصريين يعني ناس طيبين، يمسكوا بعد كده بقى سوداني لب شيبس اي حاجه ويتفرج على التلفزيون، ويبقى هو فاكر ان هو خلاص عمل سنانه بعد العشاء، فدي ما تنفعش. لو حد بياخد اي حاجه بعد العشاء دايما بنقول له يبقى قبل النوم، دي احسن طريقه. طيب هتورينا الفيديو نمره 5 بتاع أيوة العنايه بالاسنان والبراشنج، وانت بالطريقه دي بقى لو كل واحد هياكل حاجه لازم يبرش بعدها يبقى الناس مش هتخس. عشان كده ما بنقولش نعمل بعد كل ما ناكل. وطبعا احسن حاجه ان احنا ننظم مواعيد الاكل دي من ناحيه صحيه كويسه جدا، بس عشان نبقى عمليين بنقول بعد الفطار وبعد وقبل النوم، عشان تقعد السنان نظيفه اطول فتره ممكنه. هي دي الفكره، البكتيريا ما تلحقش تشتغل وتنشط وتعمل تآكل في السنان والتسويس يشتغل. طيب نشوف الفيديو 5 لو سمحت. No dental treatment will be effective unless you keep your teeth and mouth clean. You have to follow your treatment with routine and proper home oral care. This means doing a sequence of 3 things in order: flossing, brushing, and rinsing. The key is not only to do it regularly, but also to do it right. This means you should brush and floss regularly and after every meal, and at a minimum of 2x daily. Here's how. To properly floss, you should wind the floss around each one of your index fingers. Push through each of your teeth in your mouth. Be sure to freely move the floss upward and downward, even sideways, to remove any food particles or plaque that may be lodged between your teeth or under gums. Many people these days use an electric toothbrush, such as a Sonicare electric brush. Whether you use electric or still prefer a manual, the brushing movement is the same.
You should hold the brush at a 45-degree angle to your teeth, gently, but thoroughly rotate the bristles across your teeth and under your gums with a backward and forward motion. Be sure to also get the top surfaces of your teeth where you bite on or chew your food. Your tongue can also be cleaned with your toothbrush, which will help reduce bad breath. Lastly, it is important to clean the inside surfaces of your teeth with the same rotating motion. When brushing, it is also important to use toothpaste that contains fluoride. It helps harden the outer layer of the tooth called enamel, which will prevent cavities and also reduce bacteria in the mouth. It can also help reverse the formation of smaller cavities. Lastly, antibacterial rinses can also help reduce bacteria in the mouth. Try to use a rinse that has no alcohol to avoid long-term effects. Remember, 3 steps of daily hygiene is the secret to a healthy mouth, your own mouth. طيب انا الفيديو الحلو ده اتكلموا على حاجه اسمها بلاك، او يعني تشرح لنا ايه هو وبيبتدي ازاي وبينتهي ازاي لو ما اهتمناش بيه، لو سمحت يا دكتور عماد. البلاك اللي هو تراكمات الاكل بتاعه اليوم، بتبقى طبقه سميكه الاول بتتكون على السنين. هحط الصوره رقم 1. زي ما شايفين المفروض ان اسناننا تبقى زي الصوره اللي على اليمين، وبعدين اللي بيحصل انه لما البلاك يتحوش يوم بعد التاني والفرشه ما بتقدرش تشيل كله، بيتكون البلاك الى تارتر او بنسميه كالكولس اللي هو الجير. فالصوره اللي على الشمال صوره متكرره، لكن بعد التنظيف اللي بيتم عند دكتور السنان بتبقى الصورة اللي على اليمين. يعني ممكن الإنسان يعمل تنظيف في الأول في البيت؟ الوقاية خير من العلاج زي ما قلنا. وبالتالي لو إحنا قدرنا نعمل غسيل أسنان يعني 3 مرات أو مرتين في اليوم مع الفلوسينج وكل الحاجات دي، هنقدر نتفادى المنظر ده. في ناس بتكون جير أكتر من ناس، فعشان كده في ناس بنقول لهم روحوا للدكتور مرتين في السنة، في ناس بتعمل 3 مرات، في ناس 4 مرات، فيعتمد على تراكم الجير بالنسبة لكل واحد. وفي عوامل كتيرة ممكن نتكلم عليها بعدين بتتسبب في سرعة تراكم الجير عند ناس عن ناس أكتر. سوري، يعني حضرتك بتقول في مرحلتين، المرحلة الأول الأكل اللي هو حاجات طرية ممكن تتشال بالفرشة. مظبوط. لو اتثابت ممكن يترسب عليها أملاح أو كالسيوم. بتبقى كلمة جير دي معناها بتبقى إيه؟ بتبقى طبقة سميكة لدرجة إن الفرشة ما بتشيلهاش. يعني تبقى ناشفة. بتبتدي تنشف يوم ورا التاني، فبتبقى لسه يمكن ما تحولتش يعني جير او اللي هو الطبقه اللي لازم الدكتور يشيلها، لكن بتبقى لير على السنان. علشان كده بنرجع نقول انه لازم غسيل السنان بالفرشه بيبقى 2 لـ3، لكن ذكرنا في المره اللي فاتت ان بنبقى كلنا في حياتنا السريعه ما بنقدرش نقعد 2 3، ده مده طويله جدا. لو حد مسك الساعه وعمل تايمينج لـ3 دقايق هتبقى كتير قوي ان واحد بيقعد، بس هو ده اللي احنا بننصح بيه علشان يشيل الطبقة بتاعة الأكل. ودكتور هاني في فيديو أحب رقم 4، لو ممكن نوضح ده، هيورينا ازاي أمراض اللثة بتحصل وازاي نتفاداها. طب نشوف فيديونا رقم 4. فحضرتك بتقول المرحلة الأولانية دي ممكن إنسان لو مداوم على لو مداوم مرتين نتفادى لو ثابت بتبقى هتبقى ناشفة سميكة ولازم يروح للدكتور. عشان كده بنذكر إنه 3-4 مرات في السنة على الأقل يروح ويعمل تنظيف مستمر. تنظيف ده بآلات حادة يعني. لازم دكتور السنان هو اللي ينظف. نشوف الفيديو لو سمحتوا. Periodontal disease is an infection of the teeth, gums, and the bone that surrounds the teeth. And it's the leading cause of adult tooth loss. Stopping this condition begins with a thorough diagnosis. The main cause of periodontal disease is the accumulation of plaque, the sticky film of food and bacteria that forms constantly on your teeth. It's hard to see plaque, but look at how it shows up after we've stained it with red dye.
The bacteria and plaque invade the spaces between the teeth and gums and begin producing toxins. These toxins, combined with your body's reaction to them, destroys the bone around your teeth. Once bone has been lost, it never grows back on its own. When too much bone is lost, there is so little support for the teeth, they get loose and have to be removed. If you have periodontal disease, you may have some of these symptoms. Persistent bad breath, bleeding of the gums when brushing or flossing, soft, swollen or tender gums, gums pulling away from the teeth, and loose teeth. These are healthy gums. They're tight against the teeth, there aren't any pockets, and they don't bleed. Now notice the difference with early periodontal disease and moderate periodontal disease. You can see the red and swollen infection of the gums. Look especially close at the inflammation of the gums between the teeth. This is where periodontal disease usually starts. Because of this, we perform a thorough examination with a periodontal probe and x-rays. Periodontal probing measures the depth of the pockets in your gums. We measure the pocket from the bottom of the pocket, where it's attached to the tooth, to the top of the gums. A probe reading of more than 3 millimeters is a sign of periodontal disease. In general, the deeper the pockets, the greater the spread of periodontal disease. Gums sometimes bleed during probing. This is also a sign of infection. طيب تلخص لنا بالعربي اللي قالوه مع ان الصور كانت واضحة. اتفضل. زي ما شفنا في الفيديو اللي احنا بنحاول نوصل له ان احنا نشيل طبقة البلاك اللي هي بتبقى سميكة, والفيديو ورانا ازاي ان احيانا الدكاترة بتستعمل ستينينج عشان نثبت للعيان انه في طبقة. في عيانين بيجوا يقولوا ان انا اسناني نظيفة, فبنديهم تابلت في مية ويمضمضوا بيها, وبعدين بتعمل ستينينج للبلاك, ويبصوا في المراية يلاقوا ان دي اماكن كتيرة ما بيقدروش هم يوصلوا لها عشان يشيلوا كده. وبعدين البلاك ده لو بقى كالكلس بيؤدي الى ان اللثة بتنزف, بعدين بنفقد عظم اللي هو بيمسك السنان, فبتبتدي السنان ممكن تبقى متلخلعة. وعلشان كده في ناس كتيرة مننا بتفقد سنانها بسبب العظم مش بسبب التسويس. يعني حاجتين ممكن الانسان يخلع او يفقد سنته بسبب الامراض اللثة, بتبقى فبتبقى بداية انها بتنزف, ودي بتبقى من العلامات المهمة ان العيان يروح للدكتور ويقول له ان انا كل ما بغسل سناني بالفرشة بتنزل دم كتير. دي واحدة من الاعراض. من واحدة من الاعراض التانية. ممكن يبقى في ألم, ممكن في باد ريحة, لأنه لما يكون في جير تحت اللثة بتتسبب في أن واحد ممكن يروح للدكتور يقول له أن ريحة بقي مش حلوة. ودي من ضمن الأسباب أن احنا بنشجع أن هم يروحوا ويشيلوا كل الجير اللي هو مش باين برا لكن بيبقى تحت اللثة. وطبعا لو بيشرب حاجة ساقعة أو سخنة ممكن تبتدي توجعه. طيب وطبعا شكلها ما يخليش الناس عايزة تبتسم بالزبط. يعني مدام اتكلمنا على الابتسامة والشكل الأسنان نروح للدكتور هاني. لما بنقول تدينا فكرة عن التخصص بتاعك يا دكتور هاني والمراحل بتاعته والتأثيره على النفس بتاعة الإنسان لو سمحت. احنا التخصص التقويم ده اللي هو بيعمل السنان المتعرجة بنعملها ستريت بالبريسز. انا بشبهه اكتر يعني عملية التجميل او البلاستيك سيرجري بتاعت الاسنان هي التقويم البريسز. طبعا في العالم اللي احنا بنعيش فيه النهاردة الناس كلها بقت بتهتم اكتر بشكلها وبالجمال, بقى في اويرنس على الشكل والجسم والناس كلها بتاخد بالها من صحتها ورشاقتها, لان في علم النفس الشكل الإنسان بيدي صورة كبيرة جدا, أو بيدي يعني الـ non-verbal communication جزء كبير جدا من اللي بيوصل للناس عن شخصيتك من شكلك وجمالك وثقتك في نفسك. خصوصا في الأيام اللي العالم فيها بقى سطحي, اللي يقول لك الـ first impression أو أول
إحساس أو التقييم للإنسان كله من المنظر يعني. بالضبط بالضبط. الفيرست إمبريشن أول حاجة بتبص الابتسامة الإنسان اللي قدامك. بنلاقي الطفل وهو بيكبر في السن من 7 ل 12 صحته النفسية وثقته في نفسه ممكن تتأثر كتير جدا بمشاكل تكون عنده في أسنانه. مش كل الأطفال بس اللي عندهم مشاكل إكستريم في أسنانه. وتلاقي في المدارس ممكن تلاقيه في المدرسة مطلعين عليه اسم مثلا ويضايقوه ويتريقوا عليه مثلا. تلاقي بيسموه دراكولا مثلا في المدرسة. وتلاقي ان هو بيفقد ثقته في نفسه ويبقى عنده مشاكل. الطفل اللي بيكبر فقد ثقته في نفسه بيبقى إنسان بالغ فقد ثقته في نفسه. فعشان كده حتى من غير ما يعرف السبب بس في يعني يمكن السبب ده يتشال لما يكبر وكله, لكن نفسيته اوريدي تأثرت بحيث علاج النفسية يمكن يطول عن علاج السنان. مظبوط. فعشان كده احنا بنقول ان سن 7 سنين دوت نحب نشوف الطفل اول مرة في سن 7 سنين نطمن على ان كل حاجة مظبوطة. بننصح البيرنتس ان هما لو انت شايف ان ابنك عنده مشكلة حتى لو انت في نظرك هي مش مشكلة بس هو بيشتكي منها او بتضايقه, ما دونت اندر استيميت. ومش عشان انت مش شايفها مشكلة تبقى هي مش مشكلة. بنهتم بالنيدز بتاعت الطفل في السنة ده السايكولوجيكال. لا دي مهمة الحقيقة لان الاطفال مش كلهم يعني اطفال روحانيين وبيحبوا وبيشجعوا بعض. ده عادة في المدارس بيلاقوا حاجة معينة لكل حد عشان يعيروا بيها او يبيكون هم يعني يستقصدوا بيها. اذا كان طويل يقولوا له انت طويل, اذا كان قصير يقولوا له قصير, اذا كان نحيف برضو يعيبوه عن النحافة. يعني دايما بيتصيدوا. فلما تبقى حاجة ممكن يتفاداها الطفل باهتمام والديه وهتأثر على شخصيته للمستقبل, دي حاجة تبقى مهمة خالص. مظبوط. واللي بعض الناس ممكن ما تكونش تعرفه ان كمان التقويم ممكن يكون ليه تأثير مباشر على الوش كمان. لما بنحب نروح للأخصائي ان هو اللي بيشوف وبيعمل التشخيص المناسب. فممكن نوري الصورة رقم 3 مثلا. هتوري البيفور اند افتر للتريتمنت بتاعت حاله. طب نشوف صوره 3 لو سمحتوا. ده الصوره اللي فوق ديت قبل التريتمنت. ممكن نرجع نخليها معانا وبعد كده نروح للاربعه. ساعات لما بنحتاج نخلع سنان مع علاج التقويم علشان نعمل التاثير على ال المناسب للوش. معلش ممكن نحط الصورة 3 وبعد كده روح 4 و5 تاني. لا 3 2 وبقى 3 و4 و5. لا 3 ايوان الاولانية بعد كده بعد التريتمنت. فدي قبل التقويم. نروح بعد كده طفل برضو ولا ده انسان؟ ديت تين ايجر 13 سنة. نروح بعد كده الاربعة ديت بعد العلاج وبعد كده نروح. عايز اوري في صورة 4 التأثير اللي حصل على الوش. الصورة اللي بعدها 4 تاني. بص نبص على الشفايف والدقن قبل الصورة اللي على شمال المشاهد ديت قبل, وبعد كده نبص على اليمين نشوف الدقن والشفايف ازاي بقت مور ريلاكست. وبعد كده نروح صورة 5 نشوف الابتسامة ازاي اتغيرت اللي هي بالوش. تاني ديت برضو الشمال قبل وبعد نشوف ازاي الفرق كبير. وكمان ده ممكن يأثر على نطقها في الكلام مش كده؟ طبعا. يعني انا فاكرة يعني مش بدون ذكر اسماء كان في مغنية صوتها حلو جدا جدا معروفة خالص في مصر بس كان عندها ضب شوية نجات الصغيرة فكانت مع ان صوتها حلو لكن في بعض الحروف كان بيبان ان دي كانت ممكن تبقى افضل يعني. طبعا ساعتها ما كانش في التخصص بتاعك طيب. فانت قلت لنا تجميل الاسنان
بيتكلم على وضعها وإيه كمان ممكن يكون؟ يعني حضرتك ذكرتي مثلا الضب دوت من الحاجات المهمة جدا، إن الطفل اللي عنده ضب 50% أكثر عرضة إن هو يتخبط في سنانه الأمامية أكثر من الطفل اللي ما عندهش ضب. فديت من الحاجات اللي احنا نحب نعالجها مبكر. لو هوري صورة 7 لولد طفل عنده ضب ديت، لو لو انت شفت ان ابنك عنده المشكلة ديت، دي من الحاجات اللي نحب نعمل التدخل مبكر مثلا في سنة ممكن 9 سنين نبتدي علاج طفل عنده ضب. ممكن اوري 7 صورة رقم 7 لو سمحتوا، ديت صورة لطفل عنده ضب. فده طبعا لحالك تقدري تتخيلي ده لو وقع او كده بيبقى عنده فرصة اكبر جدا ان هو يكسر سنانه القدامية، وبنشوفها كتير جدا. لان الحماية اللي ربنا عملها في الاناتومي او الوضع بتاع السنان انها تكون جوه شوية عشان العظمة تاخد الخبطة اكتر من السنة. وده طبعا طفل هيقولوا عليه ايه في المدرسة ده؟ بيقولوا عليه ارنب او طبعًا. يعني ما بيسيبوش حاجات. فديت من الحالات اللي نحب نعمل علاج بدري. عادة احنا التريتمنت التقويم ممكن نبتدي في سن 11 او 12 بس في بعض الحالات بنحب نبتدي في سن 9 او 10. ديت حالة من الحالات اللي هي نعمل تدخل مبكر او فيز 1 تريت. طب احنا ناخد منك وقت تشرح لنا بعض التقويم وازاي بيتعمل وكده، بس من ضمن جمال الاسنان كمان لونها يعني. فقبل ما ندخل في التقويم اللي هو عادة بيبقى للناس الصغيرين ومحتمل الكبار كمان مش كده؟ طبعا. طيب فندخل على لون الاسنان لان ده برضو من ضمن جمال الاسنان. فاسألك يا دكتورة نوال، لما واحد كان جالنا مكالمة المرة اللي فاتت وقال شالولي الإنامل والسنان فضلة، بس تلاقيه بيشرب 3-4 كوبايات قهوة في اليوم زي معظم الناس يعني، فتدينا فكرة إيه الحاجات اللي بناكلها أو إيه الحاجات اللي بنعملها ممكن تلون لون السنان بتاعتنا ونبقى مش عارفين إن ممكن الطبيعي يكون لونه أفتح من كده، أو هل السنان البيضة أحسن من السنان البيج مثلا؟ طبعا يعني الكل عاوز يبقى أسنانه بيضة كده يعني لون التبشير. طبعا ما بتحصل شيء، بس هو كل إنسان بيبقى عنده درجة لون مختلفة، بحيث فعلا من الأبيض المصفر الأبيض اللي على رمادي شوية، في درجة بتوصل لدرجات بنية، في نفس اللون الأصفر بيبقى مختلف من شخص لشخص، بس في ناس بتبقى مولودة سنانها لونه الطبيعي غامق. ففي حاجات بتحصل في البيت أو بناكلها في البيت بتأثر على اللون، مثلا ممكن أنواع كاندي، أنواع ملبس بيبقى فيها صبغة، أنواع حلويات فيها صبغة بتلزق في السنان. طبعا التدخين دوت أكتر حاجة بتأثر على لون السنان. في بعض المشروبات الغازيه او العصاير اللي بيبقوا ملونينها بالوان مش طبيعيه دي بتاثر على السنان. في حاجات انواع من التوابل برضو بتخلي السنان يبقى لونها اصفر. فدي الحاجات اللي بتاثر على اللون. بس في نفس الوقت لو هو الشخص بمداوم على الفرشه ومداوم على البراشنج والفلاسنج بيبقى اللون يعني في المعقول. بس في ناس بتيجي تقول انا مش عاجبني لون سناني، عايز افتح لون سناني. لو هو السنان فعلا لونها غامق، احنا شايفينه اغمق من اللازم او يعني شكل الجمالي مأثر على الانسان ونفسيته، بنعمل له البليتشنج اللي هو الوايتنينج اللي هو التبييض. التبييض بيبقى فيه كذا مرحلة، ممكن هو يساعد نفسه في البيت، بيجيب معجون اسنان مثلا فيه اللي هو الهيدروجين بروكسايد ماء الاكسجين، او في البيكنج صودا. الحاجات دي بتساعد شوية ان هي تفتح لون السنان. لو هو عاوز يفتحها اكتر من كده بننصحه انه يعمل حاجة في العيادة، تبييض في العيادة بنوع معين من الضوء الازرق، بنعرض ليه السنان فترات مثلا ربع ساعة وبعدين مديه ربع ساعة تاني. ممكن لو عايز افتح بنديله ربع ساعة مثلا تالتة، واللون على طول بيبان في ساعتها التأثير ان السنان فتحت كذا درجة. بنوري له درجة اللون قبل ما نعمل
ودرجة لون بعد ما بنعمله بيشوف هو الفرق بنفسه. ولو المحافظة على درجة اللون الجديدة اللي هو وصل لها بنديله حاجة ياخدها البيت عبارة عن بلاستيك تري، يعني زي غطا كده شفاف بيحط هو فيه الحاجات اللي بيستعملها في البيت، وممكن يستعملها كل ما هو عاوز يبيض سنانه أو يحافظ على اللون. بنحط فيها الجل دوت، بنحقنه كده زي حاجة زي الفازلين بالظبط، بنحط جواها كده طبقة خفيفة خالص ويلبسها العيان لمدة مثلا ربع ساعة تلت ساعة على قد ما هو عاوز، يعني ممكن يستحملها أكتر بنخليها أكتر، يكون مثلا عنده تاني يوم حفلة أو هيتصور أو فرح أو عاوز سنانه تبقى بيضة خالص، فبيبقى معاه في البيت كل ما يعوز يستعملها يستعملها. طبعا بتبقى في واحدة لفوق وواحدة لتحت. طب نشوف الفيديو اللي بيشرح ده وبعدين هسألكوا شوية رقم أسئلة. رقم 6، الفيديو رقم 6، وبعدين هسألكوا شوية أسئلة عشان انتوا طبعا متهيألكوا كل الناس عارفة اللي انتوا عارفين. اوكي ماشي. فيديو 6 لو سمحت. Bleaching is a process used to brighten your own natural teeth without any complications. No removal, cutting, or etching of your dental enamel takes place. Tea, coffee, red wine, tobacco, and the natural aging of the teeth turn them darker or stain them over time. A professional brightening is performed with the aid of active oxygen, which decolorizes the distracting color pigments present in the tooth. In the upper part of the image, you can see the yellowish tooth color prior to the bleaching process. Below, you see the patient after bleaching. First, the gums are covered with a special rubber compound. This is done in order to protect them from the bleaching agent. It's only possible to brighten one's own natural teeth. Crowns, bridges, or veneers can't be bleached. This is one of the reasons why bleaching is the ideal starting point for a ceramic technical provision. After the gums have been covered and the teeth have been dried, the bleaching solution is prepared by mixing two phases, which are then applied to the teeth. Before the bleaching process is started, it's imperative that the dentist perform a check of the teeth and fillings, and, if necessary, a replacement of the fillings or a professional cleaning. After the appropriate exposure time, the bleaching solution is removed and the teeth are rinsed with water. At this time, the gum protection is removed as well. A professional tooth bleaching may be performed safely every 2 years. Your teeth are just as individual as you are. As you can see in these images, there's no doubt they will become brighter. How much lighter depends on your teeth's base color. Depending on the degree of discoloration, a brightening of about 1 to 14 degrees is possible. The result usually lasts for 1 to 3 years or longer, depending on your own good dental care, as well as regular professional oral hygiene. In cases of heavy consumption of discoloring substances such as alcohol, nicotine, red juices, tea, coffee, cola, red wine, mustard, or ketchup, as well as poor oral hygiene, the result will not last. طيب اسالكم بقى شويه اسئله كده يعني بسيطه بالنسبه لكم لكن كانسان عادي يعني يحب يعرف، هل دي بترجع السنان للونها الطبيعي اللي كان عليها مثلا وهو طفل صغير، ولا بتغير من اللون ده؟ يعني لو واحد سنانه، انا عارفه في ناس سنانها مثلا طبيعيا لونها ابيض او عن ناس تانية، فلما بتحط لما الانسان بيستعمل المواد دي بترجع السنه الاصل للون الاصلي بتاعها، ولا بتغير في الكيماويات بتاعتها، او بتعمل ايه يعني؟ هي الماده اللي بتستعمل هي هيدروجين بيروكسيد اللي هو ميه الاكسجين، ولما وفي درجات في التركيز بتاعتها، فاحيانا في الاوفيس اللي احنا شفناه في الفيديو بيستعملوا تركيز عالي، علشان كده لما بيتعمل في الاوفيس بتبقى يمكن 35% تركيزها. وزي ما الدكتوره نوال قالت، بعد كده لما بنديهم التريز علشان يكملوا في البيت بتبقى التركيز بتاع المادة أقل، ففي أحيانا بتبقى 10% تركيز أو 12 أو 15%. رد على سؤال بتاع حضرتك، الماتيريال دي بتقدر تشيل كل الشوائب بتاعة الأكل والشرب بتاعة السنين اللون. فعشان كده بنقدر نخلي السنين تبقى أفتح مما كانت. زي ما قلت حضرتك، مش كل السنين هتبقى بيضة، لكن احنا بناخد
بنشوف الشيد جايد بتاع السنان دي وبنقارنها بعد عملية التبييض، وبنلاقي زي ما في الفيديو قالوا ان ممكن درجات التبييض 5 6 7 درجات افتح من الدرجة الاساسية. فعادة ده بيبقى مشجع للعيان انه يستمر على انه يغسل سنانه ويحافظ عليها عشان نخلي سنان يعني شكلها حلو. برضو عشان رد على سؤال حضرتك، لو نحط صورة رقم 1 لبيفور اند افتر في البليتشينج، نشوف ان مش كل السنان ممكن تبيض بنفس الدرجة. هي لا، الصورة اللي قبل ديت لو نبص هنا اللي فوق ده قبل التبييض واللي تحت بعد التبييض، مش كل حتة بتبيض بنفس الدرجة. لو نبص على النكس الحتة اللي تحت خالص في السنة بتبقى أصفر عادة، دي أكتر حتة بتتأثر بالشرب والأكل. فنبص إن هي دي أكتر حتة استفادت من البليتشنج أكتر من نص السن. فمهم قوي إن إحنا الإكسبكتيشنز، يعني العيان متوقع إيه عشان ما يزعلش بعد التريتمنت، يعني يبقى عارف هو عايز إيه بالظبط. لو هو أسنانه صفرة جدا ما يبقاش متوقع ان اسنانه هتبقى زي التشيكليتس او نفس لون الورقة مثلا. لو هو عايز كده بيبقى فيه اوبشنز تانية للتريتمنت اللي هي مثلا زي الفينيرز. هنتكلم عليه ده لانه مشروع حلو ده. طيب هل طبعا اي حاجة فيها اكسجين سيادة يعني بيعمل اكسدة، يعني بيشيل الحاجات القلوية اللي قعدت او حمضية، فهل ده بيأذي اللسة؟ علشان كده في الفيديو كان اول حاجة عملناها ان احنا بنكفر اللثة كلها علشان ما يحصلش فيها اي التهاب. ده في المكتب في الاوفيس بزبوط. والحاجة التانية انه في ناس برضو لما بيعملوا كده بيشوفوا مدى الحساسية بتاعت سنانهم، ففي ناس بتشتكي انه موضوع تبييض الاسنان اتسبب ان السنان تبقى شوية حساسة للسائع والسخن. عادة بتبقى يعني عملية مؤقتة. بتروح مؤقتة وبترجع طبيعي. لكن في مواد كتيرة في السوق، عشان كده برضو بندي للعيان مواد معينة ونشوفه هو ارتاح عليها ولا لا. ففي معروض عندنا شركات كتيرة بمواد كتيرة، عشان كده مش كل واحدة ممكن تبقى نفس التأثير لكل العيانين. طيب كمان سؤال، لما انت حضرتك قلت او الفيديو يعني قال ان في المكتب بتستعملوا تركيز اكتر، فده معناها ان انتوا بتبقوا عشان تحت رعايتكم فمش هيلهب اللسة ولا حاجة، لكن في البيت بتقولوا 10% مثلا تركيز. دي اللي هي زي مية الاكسجين اللي برا تقريبا، بس بتبقى مركزة في جيل او حاجة. مظبوط، هي في جيل وبنحطها في التري. ممكن نشوف التري مرة تاني؟ لو سمحت تشرح لنا. فالتري ده بيحبس الجيل ده او بيحبس الجيلاتين اللي فيه مية الاكسجين. فدي كل عيان بيبقى عنده تري من دي مخصوصة على مقاس سنانه. فلما بيتحط فيها الجيل ويلبسوها الماتيريال تفضل قاعدة ما تطلعش برة، وبالتالي دي ممكن يحتفظوا بيها العمر كله. وفي اي مناسبة زي ما الدكتورة نوال قالت ممكن يبقى عندهم الماتيريال ويحطوها ليلة او ليلتين. في نوعين، في حاجة بنسميها ممكن يحطوها في خلال اليوم وتبقى التركيز بتاعها اعلى شوية، او ممكن يناموا بيها يعني يروحوا بيها الشغل. لا لا، ممكن يبقوا في البيت بعد ما يرجعوا من الشغل يقعد بيتفرج على التلفزيون يلبسوها نص ساعة وبعدين يغسلوا اسنانهم ويناموا. او في نوع بيبقى اسمه نايت وايت ويلبسوها وهم نايمين ويصحوا الصبح يشيلوها. ففي انواع موجودة كتيرة يعني options للعيانين علشان يبيضوا أسنانهم. دي موجودة على في المحلات، يعني مش عايزين روشتة ولا توصية معينة. لا، دي التري دي الدكتور نوال هي هتعملها في العيادة عندها لأنها مخصوصة على مقاس كل عيان. أنا شايفة أن فيها حتت زي اللي بتزق الجيل ده أو الجيلاتين اللي بيتحط بين السنة والسنة علشان تبيض بين السنة والسنة، بس مش زي طبقة واحدة. مظبوط، ما هي دي اخدوا مقاس للعيان ومعمولة مخصوص زي طقم يعني. فالماتيريال بتقعد ومحكمة فما تطلعش برة، وبالتالي بتجيب نتيجة كويسة للعيان. طيب
بينصح تتعمل كم مرة في الأسبوع علشان ما تتعملش كل يوم طبعا وإلا تعمل؟ أعتقد إحنا بننصح إنه بيعملوها لمدة أسبوع أو حسب ما يشوفوا الحساسية بتاعت سنانهم إزاي ويبطلوا. يعني إحنا من كتر الموضوع ده مش كويس لأنه ممكن ناس تشتكي بالحساسية، لكن زي ما بقول إن دي ممكن تبقى حاجة كل عيان عنده في البيت ويقدروا يستعملوا دي مرة في السنة أو مرتين حسب الاحتياج. يعني يقعد يستعملها كل يوم لغاية ما يحس ان اللسة بتاعته ابتدت تحرقه او كده يوقف بقى بماكسيمم، يعني نقول اسبوع يعني أسبوع. عشان مش عايزين حاجة تحصل. ما والاسبوع ده يقعد تأثيره لمدة قد ايه؟ عادة بنقول سنة اتنين تلاتة، بس برضو ده يعتمد على حسب كل واحد بياكل ايه وبيشرب ايه، هل بيدخن ما بيدخنش، شاي قهوة كتير او حاجات زي كده. طب دكتورة امال، هل في حاجات الإنسان عنده في البيت ممكن يستعملها إذا كان مش قادر يلاقي ده في المحل أو مش عايز يشتريها؟ معرفش دي تمنها تساوي إيه، مثلا 30 دولار يعني 150 جنيه مصري ولا حاجة؟ دي في الأغلب الأحيان بنديها للعيان اللي هو عمل تبييض في العيادة، فبنديها له يعني كهدية يروح بيها عشان هو يكمل. لكن احنا اللي موجودين على الشلف دول برضو مش بتاعت 20-30 دولار مش كده؟ السيرنجز اللي فيها الدواء دول تمنهم حوالي 30 دولار مظبوط. هو دول بيستخدمهم على التري بعد كده، بعد ما ياخد التري دي يتعيش على طول، لكن هو بيشتري الدواء ده بيبقى سعره 30 دولار تقريبا. طب هل ممكن حد يستعمل حاجات في البيت؟ يعني انت قلت لنا اذا كان بيشرب قهوه يبقى يشطف سنانه بعدها، يعني يحاول يشيل التلوين بتاع الاكل او البول. قلت لنا ان دي ميه اكسجين، يعني لو حد ممكن يشطف بعد الاكل لمده شويه، بعد الاكل ممكن حتى نخففه شويه برضو انه بيبقى جامد. وممكن نقول مثلا بيكنج صودا بنقول للناس عليها، بس برضو مش كل يوم، يعني كده زي حكاية التبييض مثلا مرة في الأسبوع، لأن الحاجات دي بتأثر على طبقة الإنامل اللي برة اللي هي المينا بتاعت السنان، فبتخليها يعني أرق شوية وبعدين بتحصل الحساسية. فممكن يعمل كده، وممكن في معجين أسنان دلوقتي نازلة فيها مية الأكسجين وفيها البيكنج صودا مع بعض، يعني فدي بتساعد شوية فبتخلي البياض اللي هو وصل له مثلا عند الدكتور ممكن يستمر. طبعا دي حالات لو هو ما بيدخنش وما بيشربش واين كل يوم، بيبقى يعني النتيجة بتستمر لمدة أطول. طيب تقولوا لنا ايه اللي زيادة بيعمله بقى الدكتور في العيادة؟ يعني بتقولوا بيستعمل المادة مركزة أكتر، بيعمل ايه تاني علشان يخلي الأسنان فجأة كده خلال ساعة أو نص ساعة يشوف الفرق؟ هو البليتشنج اللي بيتعمل في الان اوفيس ده بيبقى وقته أقصر، بيبقى حوالي 45 دقيقة لساعة ونص. بيبقى تركيزه أعلى وبيبقى فيه نور معين كده اسمه الزوم لايت أو أنواع مختلفة منه، بيعمل اكتيفيشن للبليتشنج دوت، فبيحصل بشكل أسرع. دي عاملة زي حاجة كده زي الليزر أو حاجة بتتحط مظبوط، تعمل ضوء يخلي التفاعل يحصل بسرعة أكتر. مظبوط، بس احنا بنقول ايه، لو واحد عايز يبقى مهتم قوي ان سنانه تبقى بيضة، ما ينفعش واحد يبقى عايز يبقى رفيع وهو طول النهار ياكل كتير. نفس الحاجة بالنسبة لسنان بيضة، عايز سنانك تبقى بيضة لازم تقلل من القهوة وتقلل من الشاي غير كده او السجاير. مهما عملت بليتشنج وانت مكمل في الاعداد ديت سنانك هترجع صفر. طب سؤال كمان، هل السنان اللي مثلا اتعمل لها بليتشنج بتتأثر بالقهوة مثلا والحاجات دي اكتر من ما كانت، ولا بس الواحد بيتهيأ له علشان شاف الفرق في الاول؟ بس في اول يوم او يومين بتبقى بنقول ان ما تشربش قهوة بعد البليتشنج على طول، لأن السنان بتبقى طبعا ممكن ترجع لسه حساسة أو الطبقة. طيب يعني أدي جزء من تجميل الأسنان اللي هو التبييض بتاعها مؤقت. نعم مؤقت، بنعتبره تبييض مؤقت ما بنقولش العيان اللون ده هيستمر معاك واسنانك هتبقى بيضة العمر كله.
يعني لازم يعمله، لازم يتابع ولازم يستمر في التنظيف ويقلل الحاجات اللي بتصبغ السنان. لو عايز حاجة بيرمننت، حاجة دايمة زي ما بنشوف الموفي ستار في التلفزيون، بنريكومند بقى، بنقول له على حكاية الفينيرز. يمكن اتكلمنا دكتور طيب. هاني عليه. على فكرة يعني انا بشوف ناس سنانها بيضة قوي لدرجة بتبقى غير طبيعية يعني. بالظبط. فمعلش اتكلمنا بقى ايه اللي مفروض، هل الطبيعي احسن من ال؟ طب قبل ما نروح للفينير ونسيب البليتشنج، بس في نقطة كده نحب نذكرها، ان غير البليتشنج المعروف بين الناس دوت، ساعات لما واحد سنته بتتخبط والسنة نفسها تموت، فتبقى السنة بتغمق، أو بعد ما يعمل مثلا علاج جذور مع دكتور عماد السنة بتغمق. ويمكن تفتكر أو تشوف مثلا الناس السنتين اللي قدام تلاقي سنة بيضة جدا وسنة غامقة جدا. فديت بقى دكتور عماد تخصصه، يعني بنعمل حاجة اسمها internal bleaching لسنة واحدة بس اللي هي تعمل فيها root canal، وبيبقى البليتشنج جو بيتحط جوه السنة ديت بالذات. فدي انا شفت ده فعلا، ناس يبتسموا تلاقي سنة معينة لونها بقى رمادي كمان. مزبوط. مش طب اتفضل قول لنا على الحكاية دي. ده بتبقى السنة بنسميها باللغة الدارجة ان السنة العصب بتاعها مات، وبالتالي بنعمل علاج عصب وبننظف السنة من جوه، بتبتدي تبيض شوية عن الاول، لان شلنا كل المتسبب في ان السنة بقت غامقة. وبعدين بنعمل حاجة زي ما الدكتور هاني قال internal bleaching، بنحط نفس المادة جوه السنة. وبنسيب العيان بيها اسبوع 10 ايام، بيرجع تاني بنغير المادة مرة تانية، وبنلاقي نتيجة ممتازة ان السنان الغامقة دي بتبقى فاتحة بعد كده. يعني ده الغمقان جوه وعمل زي يعني زي حاجة وراها ورا ستارة مثلا. فبيبقى لازم التنظيف بتاعها من الداخل. من الداخل. طيب الواحد يفتكر ان السنة حاجة صلبة انها مش بتخبي كل اللي وراها، لكن الالوان ممكن تبان خلال السنة. طيب تدينا فكرة يا دكتور عن الفينير او اتفضل، او اللي انت عايز تقوله الفينيرز. بالنسبة الفينيرز هو اللي يجي الحل التاني لمشكلة الوان الاسنان. مثلا لو حد بيبقى عنده اسنان غامقة جدا بسبب ادوية اخدها وهو طفل صغير، او انتيبيوتكس معينه سببت له غمقان جامد جدا، او جيناتك ديفكت في لون سنانه في الانامل او الدنتين اللي هي طبقات السنان، ما بتتاثرش بالبليتشنج العادي، فبيبقى الحل ليها الفينيرز. ولو نحط الصوره رقم 2، الفينير ده عباره عن ايه؟ انت هتشرحه لنا؟ طيب هنوضح في الصوره. بتبقى طبقه رفيعه جدا نص ملي من البورسلين. أو لو نبص الصورة الأولانية دي السنة غامقة بسبب مثلا discoloration من antibiotics خدها هو طفل صغير في السن اللي كانت السنة بتتكون فيها. بنبرد السنة حاجة بسيطة جدا جدا، وممكن ما نبردهاش خالص، وبتيجي الطبقة ديت نص ملي من البورسلين بتغطيها. ديت تأثيرها مضمون وبنقدر نجارانتيت. لو البيشنت عنده expectation عالي أو عايز تأثير مضمون، ديت الفينير. يعني دي زي الضوافر الصناعية مثلا. بالظبط، تشبيه كويس جدا. جدا. طيب. من الحاجات التانية اللي الفينير بتستخدم فيها، لو واحد عيان بيجوا ساعات عنده سبيس او مسافة بين السنان والقدامانية، ديت بتضايق ناس كتيرة جدا بنشوفها. فحلولها يا اما الفينير يا اما تقويم، نقفل السبيس بالتقويم. بس ساعات يجي ناس مثلا كبار في السن مثلا ما مش عايز يعمل تقويم، يقولي انا مش هعمل تقويم في السن دوت، فساعتها نقول له احسن اعمل الفينير. ويقوم الفينير دي يعملها بحجم اكبر من سنانه الاساسيه شويه، بحيث يقفل الجابس اللي بين سنانه. فهي كلمه بليتش تو ستارت ويز جايه من زي الواحد بيبيض الغسيل ويحط له كلوركس مثلا في ميه الشطف علشان تشيل الالوان الصفراء والالوان اللي مش عايزها، فجايه بنفس الفكره للسنان يعني. ايوه، بس ما بيستعملوش كلوركس عشان السنان. طيب فالفينير ده طبقه تانية رفيعه، دي بسمك ايه؟
حوالي نص ملي يعني بالظبط زي ضفر وحسب الحاله ممكن تبقى لحد 1 ملي حسب الحاله هنعمل ايه. هي مشكله الفينيل الوحيده برضو وديت في البيشنتس اكسبكتيشن، بنحاول نقول للبيشنت من الاول ان ديت مش هتعيش العمر كله، دي اغلب الظن هتحتاج تغيرها مره او اتنين. يعني بتقعد كم سنه مثلا؟ بتقعد ممكن من 5 لـ10 سنين، دي بقى ممتازه يعني. ده وفر بتقعد 5 سنين. وكمان بتبقى بنحتاج نقول للعيان ان هو مش هتستخدم سنينك القدامانيه ديت نفس الطريقه اللي كنت بتستخدم زمان، ما تقدرش تقطم ساندوتش عليها، بنقول له لازم تقطم على السنين اللي في الجنب علشان ما تقطمش الفينير ديت، ولا يكسر مكسرات ولا حاجات طبعا لا، ولا يفتح ازازه البيبسي. المصريه طيب دي حتى لو سنانك العاديه بلاش تفتح ازازه البيبسي كده مظبوط. طيب الفينيرز دي، طب مثلا في الضوافر بيجيبوا صمغ ويلزقوها على الضوافر عشان كده يقع بعد شويه، ولا الضفر يطول وهي تطول معاه، لكن انتوا بتحطوها ازاي على السنان بحيث ما تقعش 5 سنين؟ بتبقى اسمها البوندينج، بنحط ماتيريال معينه على السنان بتحضر السيرفس بتاعتها، وبعد كده نحط السمنت دوت بيدخل بيبقى زي عامل بوند بين السنه والفينير نفسها، فبتبقى داخله جزء طبعا على مستوى الميكروسكوب يعني جزء بيبقى داخل جوه السنه وجزء تاني ماسك في الفينير، عشان كده بتبقى اكنها جزء من السنه. لكن ما بتضطروش ترفعوا اللسه مثلا عشان تدخلوها يبقى لها جدر في اللسه وكده؟ حسب الحاله برضو ممكن ان انت ترفع اللسه، بس لا مش سيرجيكال انك ترفع الفلاب او كده. لا يعني ممكن لو احتاجنا احنا نغطي حته تحت اللسه من السنه بنحط زي حاجه اسمها الكورد ريتراكشن كورد، ديت عامله زي الفتله تتحط بين اللسه والسنه، هي بتسبب ان اللسه تطلع لفوق مؤقتا لحد ما احنا نلزق الفينير وبعد كده نرجع ترجع تاني اللسه. والفينير ده بيغطي السنه كلها ولا ممكن يغطي جزء بس اللي قريب من اللسه؟ مثلا لو واحد الجزء ده متاكل وعامل له فراغ بين واحده وواحده؟ لا هي بتغطي السنه كلها. وبعد كده بنقول لو واحد سنته مثلا قصيره ممكن شكلها مش جميل عشان الناس تبقى اسنانها الشكل قصير او شكلها تخين مثلا وقصيره، فنحب ان احنا نخلي شكلها اطول سنه، فممكن الفينير تطول السن تبقى طالعه حته بره. طيب لا في ناس كتير بتتكسر سنه جزء منها، ده بتتصلح زي كده ولا بتتعمل ايه؟ ديت واحده من حلول السنان لما تبقى تشبت ان احنا نعمل فينير او كراون. طيب قبل ما ندخل بقى في تحريك الاسنان عشان نحطها في المكان اللي يعجبنا، نحب نسال الدكتور بسالي. الاول الدكتوره معلش دايما اتحمل عليك. ماشي. في سنان بتقع، ففي ناس مثلا تقول انا مش عايزه اشيل سناني، الدكتور يقول لا ده انت عندك مثلا كذا سنه ولازم تاخد بريدج وتاخد كذا، ادينا فكره يعني مين اللي بتقولي له لا شيل سنانك دي ما خلاص ملهاش امل، وفي ناس تانية تقول لك لا انا مش عايز روت كنال اشيل، ادينا كده يعني زي حوار بينك وبين عينات من الناس، امتى بتقولي له لا دي تخلي السنه بتاعتك وامتى بتقولي له لا دي لازم نشيلها؟ امثله يعني، او ساعات سنان يبقوا متبدلين يعني السنه موجوده فوق واللي تحتها مش موجوده وسنانها جنبها واحده واللي فوق مش موجوده، يعني مش بيعملوا عمليه المضغ، مش مقابلين بعض. فادينا فكره عن السيناريو اللي بيحصل ده، وبعدين الدكتور بسالي يقول لنا البريدجز وكده. هي بتعتمد طبعا كل حاله بيبقى لها تشخيصه مختلفه. بيجي العيان بنشوف سنه، بنشوف صحته العامه، بنشوف امكانياته الماديه، بنشوف حاله السنان اللي موجوده. لو حاله السنان اللي موجوده عددها معقول وما فيهاش مشاكل كبيره،
ومثلا هو مثلا 32 سنة عنده مثلا 5 فوق ناقصين و5 تحت ناقصين، فبنقول له ان مثلا في اختيارات، لو الخمسة دول في حتة واحدة بيبقى مثلا يعني مسافة كبيرة ان احنا نركب عليها كوبري، فبنقول له مثلا لو عايز تخلي الباقي في مكانهم بحيث ما يتعوجوش، وفي نفس الوقت عايز يبقى المضغ سليم والسنان مقابلة بعضها، بنعمل حاجة اللي هي البارشال دينشر، هو طقم جزئي، بنملى أماكن السنان دي، بنحط لو هو خمسة في حتة واحدة بنحط 5 في الطقم، وممكن نحمل على الناحية التانية بحيث يلف يبقى راكب على اليمين وعلى الشمال، نفرض ان هو فاضي من ناحية واحدة فبنبنى المكان الفاضي ده وبنلففها الناحية التانية عشان يبقى فيها نوع من المتانة ما تتحركش. وفي نفس الوقت ما بنعملش بقى، ما بنلمس السنان اللي هيركب عليها الطقم الجزئي. فالعيان بيحب حاجة زي كده، بس بننبهه نقول له ان دي هيتشال ويتحط، ما هوش ثابت، الثابت نوعين بس اللي عندنا، عندنا كوبري وعندنا اللي هو الامبلانت اللي هو زرع الاسنان. لو وافق بنكمل طبعا، لو وافقش يقول لا انا ما بحبش الشاو اتحط، انا ما اقدرش، انا ما احبوش، حاجة تكسف، الناس هتشوفني، فبنديله بقى اختيار، يا اما بنعمل كوبري يا اما بنبعته يعمل امبلانت، او نفهمه ايه الاختيار الاخير اللي موجود. يعني بيبقى في اختيارات في لنفس الحالة، لنفس الحالة، وممكن اللي فوق مثلا تبقى حالة واللي تحت حالة، لو فوق مثلا سنان متينة بنركب ونكمل الطقم الجزئي اللي بنقول عليه. لو لقينا مثلا السنان اللي تحت هو فعلا عنده 5 بس ناقصين، بس الباقي تعبانين خالص، ملخلخين وفيهم امراض لسة وفيهم دوبان عظم، وانا بمسكهم لقيهم مش مستحملين حاجة خالص، فممكن نعمل له طقم جزئي فوق وننصحه عشان يعني يبقى ضميرنا مرتاح ان السنان اللي تحت دي مش هتستحمل اي حاجه، ولا حتى الطقم اللي هو بيتشال ويتحط. فبنقول له نشيل اللي تحت كلهم، ممكن نركب له طقم كامل تحت وطقم جزئي فوق. فبتعتمد حاله العيان، صحته، سنه، وحالته الماديه ايه، اقتناعه بالقضيه كلها. طيب بيوافق بنكمل، ما بيوافقش بيبقى متحول ممكن أو بيقول لي أخد مثلا رأي دكتور تاني، بيبقى يعني بنديله الحرية عشان ما يبقاش فيه أي ضغط وبعد كده في الآخر يبقى برضه مش مبسوط. طيب احنا أحبائنا سايبين التليفون على الشاشة، اللي عنده أي سؤال ويحب الدكاترة يجيبوا له عليه، سواء حالة شخصية بتاعته أو سؤال فكرة جات له عايز يسألها، أهلا بيكوا بالمكالمات. بمناسبة السنان اللي بتتشال دي، أنا فاكرة كان ليا قريب طفل صغير كان بيحب بابا قوي، فخاله كان يخليه يغير، يقول له شايف أنا أقدر أشيل سناني، بابا ما يعرفش يعمل كده. والطفل حلام يروح لبابا وعايز يصمم إن بابا مش أقل من خاله يشيل سنانه. طيب ناخد تليفونات وبعدين تكمل يا دكتور معانا الموضوع البريدجز والحاجات دي. المكالمة اللي معانا، اهلا بيكي. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. لو سمحتي انا عاوزة اسأل سؤال، انا كنت مركبة درس في الجنب كده، فللأسف يعني انا مش بعرف عليه كويس، مش عارف المشكلة يعني حلوا ايه بالضبط. يعني هو محطوط، انا مركب الدرس من جوه على اساس اعرف اكل عليه، لكن مش بعرف اكل عليه. مركبات الزرع ولا متركب لابس في حاجة جنبه؟ لا ده هو عامل كوبري ملبس، يعني عامل بتلبيسة ومركبه كويس، من شكله ما تحسيش انه ده متركب خالص، بس لما بتيجي تاكلي بتحسي ان هو مش مظبوط مع السنة اللي فوقيه وبيتحرك مثلا او كده؟ لا خالص ما بيتحركش، وبقفل سناني عادي فوق بعضها مفيش مشكله، لانه ما بقدرش انده حاجه عليه، بحس انه بيوجعني زي بقى السنان التانيه. طب دي حاجه تانيه عاوز اسال سؤال تاني حضرتك، اعرف يعني التقويم ده ممكن لغايه كام سنه مثلا؟ يعني ما ينفعش يتعمل تقويم؟ التقويم مثلا سن غير ينفع الحلقه، سمعت الدكتور قال من سن 9 سنين و13 سنه، لكن يعني اكتر سن ممكن يبقى لو ينفع فيه تقويم يعني قد ايه؟ ما قالش الدكتور سن لغايه قد ايه. طيب شكرا جدا وربنا يعوض. ميرسي خالص.
تجاوبها على البريدج اللي بيوجعها ده؟ الإجابة على الجزء الأولاني، حضرتك بتقولي مش قادرة تاكلي عليه. أيوة. لازم ناخد أشعة للسنان دي، نعرف هل السنان دي معمول لها علاج عصب، هل السنان دي الكوبري القفلة بتاعته مع السنان التانية مريحة. فنمرة واحد لازم نبتدي بأشعة نعرف وضع الأسنان اللي عليها الكوبري شكلها إيه. ده بيتتعمل والكوبري موجود جوه البق؟ يعني في احيانا ممكن تكون عندك الكوبري ده بس العصب بتاع السنة يكون ملتهب، وبالتالي لما بتاكلي عليه بيبقى فيه الم. فبيجينا حالات كتيرة نعمل علاج عصب من خلال الكوبري والوجع بتاعك يروح. فلازم نشخص الاول ايه سبب الوجع بتاعك، هل هو يعني بسبب العصب، هل اللثة حواليها ملتهبة، هل القفلة مع الناحية التانية مريحة. ففي أكتر من حاجة المفروض تتعالج وبعد كده تقدري تاكلي عليه بإذن الله. طيب بالنسبة للتقويم السن، احنا لما كنا بنقول 9 ل 13 سنة كنا بنقول ده البداية، أو امتى أول سن نحب نشوف فيه الطفل 7 سنين. لكن ما فيش سن ليميت في يعني أنا عالجت لحد 65 سنة بالتقويم. لكن دايما نقول في الأدلت لازم يكون صحة الفم تكون كويسة، لازم تكون اللثة كويسة بتعمل تنظيف معاده، ده لازم يجي قبل التقويم. فلو جالنا patient adult عنده مثلا لحد 70 سنة ممكن، بس نكون محافظين على نظافة سناننا، على ان احنا بنشوف الدكتور الاسنان العام كل 6 أشهر للتنظيف، مفيش اي مشاكل. يعني حضرتك لما بتقول سن 7 و9 انت شرحت لنا عشان النفسية بتاعت الطفل ما تتأثرش، وكمان علشان العظم بتاعه لسه ما قفلش، فممكن يبقى عندك مرونة اكتر في التحرك، مش كده ولا؟ مظبوط. احنا يعني في سن 7 سنين ليه اول سن نشوف فيه الطفل؟ لان ده بدايه الميكست دنتيشن، او الوقت اللي فيه اسنان التبديل الاسنان. فبناخد الاكس راي اسمه البانوراميك اكس راي، نطمن ان كل السنان الموجوده، وبتنزل السنان البيرمننت جايه في وقتها. ممكن نوري صورة 6 دوت النوع الاكس راي اللي بناخده لما البيشنت الطفل بيجي لنا اول مره في سن 7 سنين، نطمن. بس ما بنعملش اي حاجه، نحن نطمن ان احنا مش محتاجين نعمل له حاجه في الوقت دوت. نشوف الصوره رقم 7 يعني أفضل. دوت اسمه البانوراميك اكس راي لطفل عنده 7 سنين. السنان اللي هي في النص ديت 4 فوق و4 تحت دول البيرمننت، دول هيفضلوا معايا خلاص، هو بدلهم. والورا خالص فيه السنه، تلاقي ما تحت الوحيدة اللي ورا ما فيش تحتيها سنة. ديت الـ 6 years molar بيطلع له، هو عنده 6 سنين، اللي هي ما كانتش عنده قبل كده، طالعة في السكة فاضية قدام. نحطها تاني. الصور اللي بعد كده نطمن ان ما فيش سنة ناقصة، السنان طالعة في مكانها، ما فيش سنة من البيرمننت جاية معوجة، فنحتاج ان احنا نعمل لها حاجة علشان نمنع مشاكل في المستقبل. بس طب احنا معنا كم مكالمة ممكن ناخدهم ورا بعض عشان الناس ما توقفش على التليفون، وبعدين نبقى اللي معنا على الخط يتفضل. هلو اهلا بيك، اتفضلي بسؤالك يا حبيبتي. اهلا، انا من 6-7 سنين قالوا لي ان انا عندي بون لوست في السنان كلها، ونزلت مصر والدكتور عمل لي تلبيس على السنان كلها لزقها، وبعدين من كام شهر ابتدت توجعني واللثه ورمت، ورحت لدرجه ان انا خدت 3 انتبيوتيك وكان وجع شديد. بعدين الدكتور نصحني ان انا اشيل سناني كلها. فانت عايزه رايهم ايه؟ نعم، حضرتك عايزه راي الدكاتره؟ انا عايزه اسال، ان هو الدكتور قال لي لو مشيلت سناني ان انا هتاثر على صحتي، انا اوريدي دلوقتي عندي السكر،
فهل ده صحيح ان انا مش شلتهمش؟ انا بحاول احافظ عليهم على قد ما اقدر. هم طبعا قالوا لي اللي تحت دي لازم تتشال لانها ملخلخه خالص. وما اسناني كلها موجوده حضرتك ولا كذا واحده بس؟ انا عندي 11 فوق وخمسه تحت. انا بلبس نص طقم تحت عليهم، يعني هم شايلين خمسه في النص واثنين من الجنب ده واثنين من الجنب ده، فبلبس عليه الطقم. طيب بس هم قالوا لي لازم اشيل اللي تحت، ولو ما شلت السناني هتاثر على الصحه بتاعتي. فهل هو ده كلام صح ولا انا ممكن احافظ عليهم على قد ما اقدر؟ طيب معنا سؤال كمان ممكن ناخده وبعدين نجاوبها. طيب على اي حال لو الاجابه كان لسه فيها عندك اي اسئله تانية اتصلي بينا او سيبي لنا نمرتك والدكتور بسليب هيكلمك بعد كده. بس ناخد المكالمه التانية لو سمحتوا. هلو هلو، مساء الخير. اهلا، مساء النور، اهلا بيكي. اتفضلي حبيبتي سامعينك. لو تسمحي انا اولا عايزه اشكر القناه والمجهود الممتاز اللي بتقوموا بيه، ميرسي خالص لمحبتكم ومجهودكم. انا كنت حابه اسال الدكتور بسالي سؤال. انا وقعت وفي السنه الاولانيه ليا اتلخلخت، وبعدين رحت لدكتورتي دكتوره راندا راداميس وقالت لي ان انا عندي فيها انترنال ريزربشن ولا ريزربريشن، يعني بتاكل من بره لجوه، السنه بتتاكل من بره لجوه. ونصحتني ان انا ممكن اعمل لها روت كانال. فانا حابه فعلا اسال دكتور بسالي هل اقدر فعلا اعمل لها روت كانال وهي ابتدت تسود، السنه بتسود؟ اني سنه هي حبيبتي؟ القدمانيه المقاطع. طيب خليكي معانا يجاوبك وبعدين نجاوب السؤال الاولاني عشان قبل ما اتفضل يا دكتور. المشكله اللي حابه تتكلمي فيها اللي هي بنسميها internal root resorption، هي بتبقى مشكله صعبه بتحصل نتيجه للتروما او اصابه او حاجه زي كده، بتختلف من حاله لحاله. لو كانت هي في بدايتها بنقدر نعمل root canal ونحافظ على السنه، لكن للاسف في سنان كتيره لما تبقى الحاله متطوره وأدت لتآكل السنة من الداخل العيان بيضطر يخلعها. فأول حكم لينا لازم ناخد أشعة نعرف إن كانت السنة دي هتستحمل روت كانال ونقدر نحافظ عليها. لكن هي حالات كتيرة بتكتشف بتبقى متأخرة في الموضوع ده، فالحل الأولاني لازم أشعة ونقرر إن كانت السنة فيها بروجنوسيس كويس أو هتضطر تتخلع. يعني لو الجدر نفسه بايظ والسنة معلقة في الهواء دي لازم؟ ما بتبقاش في الجدر، هو البداية بتبقى في داخل الجزء الكراون وبياكل من داخل السنة جامد. وبتبتدي السنة تبقى ضعيفة وأحيانا ما بنقدرش نحافظ عليها. طيب بس دي بيتعمل لها زرع بقى؟ لو اضطرينا نخلع السنة بيبقى في حالات كتير يعني قدام او زرع او حاجة زي كده. طب معنا مكالمة كمان وبعدين نجاوب السؤال الاولاني. هلو، اللي معنا يتفضل. الو، مساء الخير. اهلا بيكي، ازاي حضرتك؟ نشكر ربنا حبيبتي، كتر خيرك. شكرا على المعلومات الجميلة اللي انتوا بتقولوها لنا في البرنامج. شكرا ليكي وللدكاترة اللي معاكي. مرسي خالص. حضرتك انا عندي سؤال. انا كان عندي، كنت عامله كوبري فوق في ضروسي الفوقانيه والكباري دي اتكسرت، فانا عايزه اعمل، انا سمعت عن زرع الاسنان، فانا عايزه اعمل زرع اسنان. فهل دي يعني زرع الاسنان صحيه وكويسه؟ وهل اسعارها يعني ممكن الدكاتره يقولوا لنا اسعارها مناسبه لينا احنا نقدر نعملها؟ كم سنة عند حضرتك اللي كانوا في الكوبري؟ يعني حضرتك كان قولي مثلا بتاع حوالي التركيبة ماسكة أغلبية الضرس فوق، يعني ضرسين متركبين وقولي ثلاثة مثلا في النص. يعني قولي الاثنين اللي ماسك فيهم الكوبري والثلاثة هم اللي ناقصين. حضرتك ثلاثة ناقصين في النص والسنتين اللي هي راكبين فيها الكوبري دي.
تايم؟ يعني حوالي 5. أنا عايزة أعمل زرع أسنان، فحضرتك ده يكون مكلف قد إيه؟ طيب هيجاوبك حبيبتي، اتفضل جاوب ده وبعدين ندخل السؤال الأولاني لو سمحت. طيب ماشي، شكرا لحضرتك. أشكرك زرع الأسنان أصبح دلوقتي منتشر أكتر من زمان جدا. الحالة بتعتمد على العظم اللي موجود عندك شكله إيه، ففي حالات بتبقى محتاجة الأول نحط عظم علشان الإمبلانت نقدر نحطه. لما بيكون في حالات الخلع بقاله مدة طويلة بتبقى أحيانا أصعب من لو الخلع حديث، لأنه بنسميها الريدج أو اللي هي درادير أو اللي هنحط فيها الإمبلانت لازم يبقى فيه ليها مواصفات معينة. فعلشان أقدر أرد عليك برضو بناخد أشعة وبنعرف السنان دي تحتها عظم كتير، نقدر نزرع عظم الأول وبعدين تقدر تحطي الإمبلانت. فمش قادر أوديلك إجابة واضحة لأن كل حالة بتختلف. النهاردة في ناس بيبقى ما عندهمش سنان خالص فوق يقدروا يحطوا زرع الأربعة ويحطوا عليها تقريبا طقم كامل ثابت. فحسب الحالة اللي عندك كم عدد السنان اللي محتاجة إمبلانت وعليها نقدر نعمل يعني بلان كويس عشانك. يعني حضرتك بتقول ان الـ زي مثلا اللي بيحط المسلح وبعدين يملاه بالطوب حواليه. مظبوط. فالمسلح ده هيدخل بقى في عظم متآكل ما ينفعش، لازم يحط لها عظمة اللي تستحمل ان المسلح ده يتحط. علشان بالظبط كده. انا ممكن بعدين المسلح ده في عندنا فيديو، خلينا نحط فيديو رقم 7. طب اتفضل هيشرح شويه لو سمحت. Bridge is the dental jargon term for a fixed dental prosthesis in which at least 2 teeth are fitted with a crown and then connected with 1 or 2 links. Here you see a 3-unit bridge in the upper left corner. In this case, the structure is made of gold. In the center, you can see an illustration of how the gap in the teeth is closed with this bridge. Below it, you can see the bridge as it's seen from the outside. Also, bridges should not be constructed with spans that are too long. This too leads to excessive stress on the abutment tooth and thus to the loss of teeth, in most cases, years later. More and more, the trend is towards creating realistic reconstructions. لا ده انتوا بتوع مهندسين كونستراكشن يعني بتشيلوا وتحفروا وتحطوا الحاجات، فدي طريقه الامبلانت يعني. زي ما شفنا المثل الاولاني كان بالنسبه للبريدج. لو في سنان كويسه بيتحط مثلا بنسميها 3 يونت بريدج، لكن لو عدد السنان اللي ناقص اكتر من واحده يعني 2 أو 3 محدش بيحب يحط النهاردة بريدج لأن السنان مش هتقدر تشيل. فالإمبلانت أصبحت يعني حل ممتاز النهاردة، لكن كل حالة لازم تدرس على حسب الاحتياج. وزي ما شفنا أنه هو الفكرة أن احنا بنحط زي نيكل تايتانيوم ميتال جوه العظم، نفس الفكرة بتاعت دكاترة العظم لما عظم بيتكسر وبيحطوا مسامير وبليتس، نفس المبدأ ده هو اللي احنا ابتدوا يعملوه في الإمبلانت. فكل حالة يعني مختلفة، ممكن نحط 4 ممكن نحط 5 على حسب احتياج كل عيان.
طب عندنا سؤال تاني، بس نفسي أسأل سؤال، يعني أنا عارفة كلكم دكاترة أمناء، وهل في من زمايلكم دكاترة بيزودوا الموضوع علشان المكسب المادي ليهم، ولا إحنا اللي بيتهيأ لنا كده؟ السؤال ده كويس قوي قوي. أنا كنا عايزين نقول البوينت ديت اللي هيك بتسأل عن سعر الإمبلانت، وساعات كتيرة قوي تلاقي واحد يجي يقول لك ده أنا صاحبي عمل كذا بسعر كذا، ده أنت غالي قوي أو كده. مش كل الحالات زي بعض، وتفاصيل صغيرة تفرق كتير. فلما دكتور عماد بيقول البون جرافت أو واحد ما عندوش العظم enough إن هو يسابورت إمبلانت، فبيعملوا له حاجة اسمها بون جرافت. واحد تاني ما يكونش عنده مشكلة ومش محتاج البون جرافت، بياخدوا حتة من العظم في حتة تانية يحطها له، ولا دي حاجة جاهزة؟ بياخدوا عظم مو في كده وفي كده. الأفضل هو نفس الأوتو جرافت اللي هو بياخدوا عظم من الحتة تانية في البق ويزرعوه في المكان بتاع الإمبلانت. ده أولموست بنفس سعر الإمبلانت، فتلاقي إن هو بقى الدبل. فلما تيجي تقارن نفس الحالة يعني بالظبط، قول لي انت تعمل ايه. واحد تاني مثلا الليميتيشنز بتاعت الامبلانت، لو واحد الجيوب الانفيه بتاعته الماكسيلري ساينس واطي وهو هيعمل امبلانت في الفك العلوي، لو هو هيعمل الامبلانت والجيوب الانفيه واطيه لازم يعملوا عمليه تانية اسمها ساينس ليفت. ده كوست تقريبا ايكوال لكوست الامبلانت، فتلاقي انه دبل. يعني الإنسان لو عايز أو عنده شك إن الدكتور ده عايز منه فلوس كتير، يقارن نفس الإنسان مع دكتور تاني بنفس الكفاءة أو بنفس العملية، ويتأكد إن الدكتور التاني هيعمله نفس الحاجة. ما هو ممكن يجي يقول له أنا لا أنت مش محتاج، هو عايز ياخده خلاص، يقول لك طب أنا مش هعمل لك الساينس ليفت، طب ما أنت هتضر على المدى البعيد، اتأكد إن أنت مش محتاج البروسيجر ده. الجيوب الأنفية داخلة فيها السنة وعاملة له مشكلة. أيوه بالظبط. طيب معنا سؤال كمان، واحنا مش ناسلين المدام اللي عندها سكر واسنانها محتاجة تغيرها او تعمل طقم. اللي معنا على الخط يتفضل. الو، اهلا بيك. انا عندي دنشر في الفك السفلي. ايوه اسمعنا لو سمحت من التليفون والصورة بس من غير صوت، يبقى التلفزيون. ها؟ الصورة بس؟ يعني التلفزيون ملوش صوت وتسمعنا من التليفون. طيب شكرا. اتفضل احنا سامعينك. طيب. الو؟ اتفضل. يعني كمل كلامك على طول. الو؟ انا عندي دنشر في الفك السفلي. أيوة. في بعض أسنان الفك السفلي ودنشر في الفك العلوي. المشكلة أن الفك العلوي في درس واحد والدرس مكسور من فوق، فأنا خايف أخلعه لأن الدنشر اللي فوق هتغير لطقم كامل الفك العلوي. فهل لو عملت طقم كامل الفك العلوي هيثبت فوق الطقم السفلي، فوق الدنشر السفلي، ولا ايه؟ سؤال انهي سنة؟ فالفك العلوي في سنة طبيعية. ايوه في الدنشر. ودي قدام ولا ورا حضرتك؟ لا دي في الجنب. في الجنب. فوق في الفك العلوي في الجنب. ودي معلق فيها بقية الطقم. الدنشر الوحيد الفك العلوي اللي راكب عليه الدنشر. طيب. ومشروخ من فوق ومجوف، لكن باكل عليه. انا خايف اشيله لان الدنشر اللي فوق مش هينفع بقى. معلق عليه. اعمل ايه؟ طيب حاضر نجاوبك. معنا سؤال كمان للدكتور هاني ناخده وبعدين نجاوب، انا كاتبه بس اسئله. اللي معنا يتفضل. اشكرك خالص وهنجاوب حضرتك. هلو. مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. سامعينك يا حلو. اي ميرسي خالص. انا سؤالي مش محتاج تكتبيه، انا بس محتاج الدكتور هاني يجاوبني. اتفضل. ميرسي ليكي خالص. انا كنت عايزه اسال الدكتور هاني سؤال. انا شايفاه ولا مرتبط في ايده اليمين ولا مرتبط في ايده الشمال، وانا عندي بنت اموره. ايه رايك يا هاني؟ ممكن دكتور هاني بليز تشوف لي بنوتي؟ احنا هنعمل لسته.
أشكرك خالص على سؤالي. شكرا لك. طيب برضو سيبي له نمرتك في نشكرك خالص يا حبيبتي، يا حباتك وبتحب بنتها، ف من متشكرين خالص، دي لازم والدتك. طيب بنشكرك وسيبي نمرتك اذا كان يحب يتصل بيكي بعد الحلقه. طيب احنا نجيب لك دبله المره الجايه. نشكرك. السؤال نجاوب بتاع المدام اللي عندها دايابيتس وعندها 5 سنين فوق و11 سنة تحت، وقالوا لها لا انت تشيليهم كلهم وتعملي طقم. ايه رأيك؟ يعني اعتقد في الاسنان في اوقات كتيرة بنحتاج ناخد رأي تاني ورأي تالت، فحضرتك اخدتي رأي من مصر، افضل ان انت تروحي لحد هنا وتاخدي رأي تاني وتشوفي ان كان ده يتماشى مع الرأي اللي اتقالك من الدكاترة في مصر. الفكرة احنا بنحاول نحافظ على الاسنان بقدر المستطاع. لو كانت السنان دي في حالة تنفع انها يعني نحافظ عليها وانها تفضل قاعدة في بقك، طبعا افضل كتير جدا من ان انت تخلعيها. فلو انت حضرتك عندك السكر والسكر كنترولد، فما فيش اي مشكلة ان انت تحتفظي بكل اسنان. فالحل الامثل ان انت تشوفي دكتور هنا هياخدوا اشعة على ال5 سنان او الدروس اللي موجودة تحت واللي فوق، ونحافظ عليهم بقدر المستطاع. يعني مش هنستسلم ونخلعهم لو ما كانش في اي مسبب. هي مالية بقية الفراغ ده ببريدجز يعني هي بتقول بكباري. عندها زي ممكن يكون ثابت او متحرك، فلو في بارشل او متحرك في اللي فوق او اللي تحت ومسكين على الدروس دي، اعتقد نحاول نحافظ عليها بقدر المستطاع. لو الامر يعني استدعى تغيير او السنان دي تتخلع، نبقى نشوف يعني ايه الافضل ليكي، ان كان الزرع حل ممكن او الزرع مش ممكن، يعني نقدر نشوف حل تاني ليها. طيب نجاوب على سؤال الراجل اللي كان عنده الشخص الاخ اللي عنده سنة واحدة، وبعدين عندنا تليفونات كمان. بالنسبة للي عنده طقم فوق وضرس واحد بايظ، احب اطمنك انه لو استدعى الامر ان السنة اللي عندك هتضطر تتخلع، مفيش عندنا مشاكل كتيرة، ان الطقم اللي فوق بيبقى كويس وبيمسك لانه الاناتومي بتاع اللي فوق احسن كتير. لو كان ده بالنسبة للي تحت كنت ممكن اقول لك ان ده الموقف ده يبقى صعب شوية، لكن ممكن تحافظ عليها بقدر المستطاع. لكن لو ادى الامر ان انت هتحتاج تخلعها، يعني اطمن ان الطقم فوق بيبقى ماسك ومش هيبقى فيه مشكلة. بس هو هيضطر يغير الطقم اللي عنده، بيزودوها ممكن يزودوا السن او الدرس ده، لكن الريتنشن في الطقم العلوي بتبقى كويسة، يعني بيمسك احسن. لو تحت كانت هتبقى مشكلة كبيرة. هل احتمال ان السنة دي اتكسرت ولان الاثنين التانيين شابكين فيها من ناحية دي ومن ناحية دي يعني، ولا ممكن يكون الطقم وهو بيتشال ويتحط بيبقى عليه مشبك، وممكن اكل بيتحوش حواليه وممكن سوس وكده، فممكن حد يقيمه. لو هو السنة فعلا ما فيهاش امل، عيش بيها على قد ما تقدر لغاية ما تضطر تتخلع، وهيزودوها على الطقم من غير مشكلة. طيب يعني الإجابة بتاعت حضرتك بالنسبة للشخصين المدام اللي عندها سنان إن إذا كانوا متشككين ياخدوا رأي تاني دايما كده، لأن إحنا في الأسنان المشكلة عندنا ممكن نبقى 3 دكاترة وكل واحد يقدم تريتمنت بلان بطريقة مختلفة، فيها تحرك، ما فيهاش يعني عملية واضحة. في دراسات كتيرة مش عايز اطول، بس يعني يوروا اسنان لاكتر من دكتور، وفي الغالب التريتمنت بلان بتاعت كل دكتور هتبقى مختلفة. طيب نشكرك. طيب معنا اسئلة تانية. هلو، اللي معنا يتفضل. هلو، اهلا بيكي. مساء الخير. مساء النور. حلو. في عندي سؤال، لو تعمل بريدج اور كراون
هل في البرنش ولما تعمل وقت البرنش الكران هل في عليه وارنتي لمدة 5 سنين ولا ما فيش وارنتي ولا كل دكتور بيختلف على الدكتور الثاني؟ طيب ده سؤال اجابته بسرعه ناخد نجاوبه وبعدين ناخد غيره. الدكتوره نوال تقول لنا ان كانت هي بتدي وارنتي على ال برضه نرجع ونقول ان كل حاله مختلفه عن الثانيه، وقبل ما بنركب الكوبري او الطربوش بنقول للعيان لو احنا شايفين ان السنان كويسه والصحه العامه كويسه والعظم كويس ومفيش اي مشكله عشان نبتدي بيه، بنديله تقريبا وارنتي يعني افريج كده 5 سنين. There is nothing يعني to guarantee ان هو ممكن مثلا يروح يقطم عليه حاجة ناشفة او يتخبط او ياكل حتة عظمة كده بالغلط فيروح مقطوب، فاحنا بنقول له يعني المفروض تبقى be careful. لكن لو هي السنان تعبانة من الاول ما بنديش اي وارنتي ولا اي جارنتي ولا اي ضمان، بس ساعات العيان بيصر يقول بس حطه لي دلوقتي وبعدين يحلها ربنا. فبنعمل كده بس بنخليه يعني يمضي ويبقى هو متأكد ان ده اللي هيحصل فعلا معاه. طيب نشكرك. سؤال كمان. هلو. ايوه مساء الخير. اهلا بيكي. ممكن اسال سؤالين؟ اتفضلي. سؤالي الاول انا كنت عايزه اسال التقويم لحد سن قد ايه، ولو هل التقويم لازم يتعمل للفكين ولا ممكن لفك واحد؟ اتفضل. احنا جاوبنا على سؤال ان مفيش ليميت للسن بتاع التقويم مدام الفم في صحه جيده. ويعني first things first، الحاجات الأهم هي صحة اللسة والعظم. لو الإنسان في صحة يعني محافظ على صحة أسنانه وصحة اللسة لحد سن 70 و75 بنعمل تقويم. هل بنعمل ممكن لفك واحد بس؟ معظم الحالات بنحتاج ان احنا نعمل لو بنسميها full case، بتبقى upper and lower، الفوق وتحت. بس ساعات نعمل limited goal treatment، يعني أهداف محددة، مش هنعالج كل حاجة. العيان جاي حاجة واحدة بس مضايقاه، ليكن مثلا مسافة بين سنانه حاجة زي كده، حاجة واحدة بس مضايقاه، وبنتفق ان احنا مش هنعالج كل حاجة، هو بس عايز دوت. ففي الحالة ديت ممكن نعمل فوق بس او تحت بس. احيانا لما العيان بيعمل تقويم مثلا هو صغير وما لبسش الريتينر وحصل عنده ريلابس، بيستحصل كتير في تحت في السنان اللي تحت قدام، دي اكتر سنان معرضة انها ترجع تاني بعد التقويم لو ما لبسش الريتينر، ممكن نعمل تحت بس. طب يعني وطبعا الدكتور بينصحها لا نعمل الحتة دي الاول، دي مش ضروري، وساعات لما تصلح حاجة يمكن التانية تلقائيا تتصلح شوية. ده بيحصل ولا انا متخيلة؟ في بعض حاجات ممكن، بس احنا كدكاتره التقويم اول حاجه بنحب نسالها للعيان ايه اللي مضايقك، مش احنا اللي بنحاول نكبره. طبعا احنا بنقول له راينا البروفيشنال بعد كده بعد ما نعمل فول اكزام، بس اهم حاجه نسالها انت ايه اللي مضايقك، لان كل انسان ممكن يبقى مختلف عن الانسان التاني. واحد يكون عنده مسافه بين سنانه بتضايقه جدا، واحد تاني عنده مسافه بين سنانه وهو بيعتبرها جود لك ومش عايز يقفلها. فدي حاجة مهمة جدا ناخدها. بس ما فيش ناس بتشيل سنة عشان يبقى جود لك. لا بس ساعات بنشيل سنين عشان نعمل تقويم. طيب معنا سؤالين تانيين ناخدهم ورا بعض. حلو. حلو. أهلا بيك. اتفضل سامعين حضرتك. حلو. حلو. أهلا بيك، علي صوتك شوية لو سمحت. حضرتك بتكلميني انا؟ ايوه اتفضل. خريستوس انيستي. خريستوس انيستي اهلا بيك. دكتوره شهيره، عندي سؤال للدكاتره. انا عندي 65 سنه واسناني سليمه حلوه زي الفل، بس هي المشكله ان بالليل لما اجي انام الجزء التحتاني كله السنان بتبقى لازقه ببعضها لدرجه بتضايقني جدا. كان الاول واحد يسلكها ينظفها بالخيط مش عارف ايه، دلوقتي بالليل ما اقدرش من كثر الوجع ما اعرفش انام منها، السنان بتبقى كانها ماسكه ببعضها. هل مع السن اللسه دي بتكش شرينك او حاجه زي كده؟ ده السؤال اللي انا عايز اعرفه، وعايز اقول ايه للدكتور بتاعي، لان انا قلت له مره قبل كده هو بيعمله تنظيف ومهتمش قوي، بس مضايقاني على طول يعني كل يوم. طيب النص التحتاني. وشكرا. اكيد دي مشكله ناس كتير. هل في سكر عند حضرتك؟
حضرتك عندك مرض السكر؟ سكر. هلو؟ طيب قول لنا الاثنين بس ناخد سؤال كمان لو سمحت. دكتورة عماد كنت سؤال كمان ناخده. هلو؟ اللي معنا على الخط يتفضل. اهلا. اهلا بيكي، مساء الخير ليكو. مرسي. كان عندي سؤال بسرعة. انا كان عندي تسوس في السنة او في درس، والدكتور عمل تنظيف للتسوس بس التسوس كان كبير، وعمل كابل اوف اكس راي قال لي احنا مش محتاجين روت كانال بس احنا محتاجين كراون، فنظف وحط الكراون، بس الكراون از فيري سنسيتيف. انا دلوقتي يعني لما باكل عليه فيري سنسيتيف. رحت له تاني عمل كابل اوف اكس رايز قال لي ام فيري شور ان احنا بنعمل روت كانال، السنه مش التسوس كله نظيف، الكراون از جود، بس انا لسه برضو في سنسيتيف لما بحس انه هيكسر، يعني سنسيتيف وساعه الاكل بحس انه هيكسر كده. طيب حاضر. طب نشكرك، سؤال مهم. المشكله بتاعتك في الغالب من الوصفه ان انت محتاج روت كانال. اللي بيحصل لو انت حضرتك ذكرت ان في تسويس كبير وبعدين الدكتور قرر انه يعمل لك كراون، فاللي بيحصل ان الالم ده مش هيبان على الاشعه، فدي بناخدها كمشكله بنشخصها حسب الاعراض بتاعتك، فواضح ان الاعراض محتاجه روت كانال، فممكن تسال الدكتور انه يحولك لاخصائي يعمل لك تيست للضرس بتاعك، وفي الغالب بنلاقي ان هو محتاج علاج عصب. مجرد ان انت تشيل العصب من الضرس ده اعتقد ان الوجع بتاعك هيروح وتقدر تاكل عليه، فدي مشكله كومن وسهله العلاج بتاعها. طيب الأستاذ اللي هو عنده 65 سنة وسنانه كويسة بس بالليل الفك التحتاني بينقح عليه جامد، هو رجع معانا على الخط. أنا على الخط مع حضرتك. أهلا بيك. أنت سألت إن أنا عندي السكر ولا لا؟ أنا ما عنديش السكر، كل عندي شوية ضغط وبقاله 20 سنة كل يوم باخد. طيب. طب هل حضرتك بتجز على سنانك وانت نايم أو حاجة زي كده؟ لا 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 ما بيحصل. ودي لما اول ما بتنام ولا في اخر لا الليل؟ لا لا، هي انا قاعد بتفرج عليكم والوجع ده موجود عندي اهو، انا بشاهدكم دلوقتي والوجع يعني. موجود. طيب ما بجدش. لا. لا لكن سنانك يعني انت حاسس ان سنانك السكه ضيقت عليها وضغط على بعض؟ بالظبط كده. أوكي. الفك التحتاني كله، السنان كلها، حتى لو انا عايز اسلكها بحاجه ما فيش حاجه تخش. فهو سؤال، وهل الفك صغر مثلا والسنان ده اللي انا تخيلي، انا مش طبيب ما اقدرش اعرف، فكل الناس اللي في السن ده وده ما كانش بيوجعك قبل كده؟ لا، وبيزيد مع الوقت. السنه الاخيره دي حصل يعني. طيب واللثه بتاعتك كويسه؟ زي الفل. طيب باكل دوم كمان. بياكل ايه؟ دوم. دوم. حاجات جامده يعني. طب ما يمكن ده السبب بقى، ما تستوردش. لا معناها الحرفي. لا انا ما اتفضل تجاوب يا دكتور هاني. انا مش شكرا. مش قادر احدد اللي هو هو كان مرتاح هو اخيرا في الايام الاخيره كفه فكه التحتاني، حاسس ان السنان ضغط على بعض بس وبتوجعه. بيقول بس بالليل. بالليل الصبحيه بيبقى كويس. حضرتك بتقول انه بالليل بس بيزيد الوجع، لكن طول اليوم انت كويس؟ ولا هو ماشي يعني. حاجه من اللي ممكن يجربها الماوث جارد. الماوث جارد ده بيبقى عامل زي. طب علي صوتك شويه. الماوث جارد ده ممكن يجربه لو هو كتجربه، لما ما نبقاش متاكدين يعني نعمل تجربه ان تلبس ماوث جارد. لو ساعات ممكن تكون انت بتجز وانت مش اخد بالك. الماوث جارد ده بيكون عامل زي شبه شوية البليتشنج تري اللي احنا وريناها، شفاف كده بيتلبس فبيحمي السنين من الجز. لو كان هو ده السبب تلاقيه ارتاح، لو ما ارتحتش نحتاج ان احنا نفكر في حاجة تانية او سبب تاني. طيب هو لسه ما نامش لا، ما هو الجز ممكن يكون الصبح او بالليل. مش شرط. طيب يا ارجو تكون فهمت اللي الدكتور هاني قاله.
بيقول ممكن تجيب الحاجة البلاستيك اللي هي بتلبسها زي ما تكون طقم كده خفيف فوق، بحيث لو انت من غير ما تحس ومن غير ما تفتكر بتجز على اسنانك دي هتحميها. الحاجة التانية لو خد حاجة للوجع وراح يبقى معناها مفيش حاجة في ال... يعني ده وجع احساس اكتر منه. طب سؤال كمان، هل لو عنده اي التهاب في اللسة ممكن ده؟ ده طبعا يمن. طب هو بيقول ان اللسة كويسة طبعا. انا مش انا بتقلي طيب. شوف رأي او اتنين او خلي دكتور يشوف العظم وياخد اشعة ويتأكد ان العظم بتاع السنان ده كويس. مفيش اي سنان ما بتحصلش شيفتنج او بتتحرك. لانه يعني مش قادرين نفهم شوية ايه سبب الالم، سؤال محير شوية. فاعتقد ممكن حد او اتنين يكشف ونجيب افكار مختلفة. لازم نشوف اشعة نشوف الحالة السنان دي شكلها. تقدر تعرف الميكانيكا بتاعتها. هل السنان بيحصل شيفتنج فيها؟ ايه السبب انها الصبح كويسة وبالليل؟ يعني سؤال مش دارج. اكتر سبب بنشوف فيه التغير في الاسنان من الصبح وبالليل حاجات كده لو في مرض في اللسة. بس بنشوف اكتر السنان تبقى تفتح مش تقفل، وده بتحصل كتير قوي في الستات بعد الخلفة مثلا. تلاقي عشان التغيرات الهرمونال تشينجز اللي بتحصل، تلاقي ست جاية والكومبلين بتاعتها ان ما كانش عندي المسافات دي بين سناني، وبعد ما خلفت اول طفل بقى عندي المسافة ديت ومش فاهمة ايه السبب. طيب. ممكن كمان يشوف دروس العقل تحت لو هي لسه موجودة مثلا. ساعات بتعمل بريشر او تضغط على السنان كلها بتعمل وجع وبتخليهم مضايقين قوي. هو لسه عنده ولا دروس العقل ولا لا؟ بس ممكن بالاشعة ممكن هو حتى ما يفتكرش يعني. طيب يعني هي فيها شوية ميكانيكا لازم يتشاف بقه والاشعة بتاعتها عشان. طيب معنا اسئلة كمان. هلو. الو. اهلا بيكي. اهلا يا دكتورة. لو سمحتي انا عايزة اعرف عملية الزرع بتاخد وقت ولا بتكون فورية، ونسبة النجاح هنا بتكون احسن في امريكا ولا في مصر اكتر؟ اتفضل دكتور هاني. الزرع العملية نفسها بعد ما بنعمل الانواع الاكس رايز ونطمن ان البون كويس وكل حاجة، العملية نفسها بتاخد ساعتين او كده. بس لازم الزرعة بتتساب من 3 لـ6 شهور قبل ما نركب عليها الكراون علشان تلحم مع البون. بيبقى بروسس ما اوستيو انتجريشن. المسمار الامبلانت التيتانيوم يعني البون العظم بيكبر عليه ويبقى جزء واحد مع العظم، وبعد كده نقدر نحمل عليه. يعني ما بيحطوش الكراون ده او الشكل السنة على المسمار ده الا بعد ما المسمار يثبت نفسه. بالظبط. ممكن يحطه تيمبوري مؤقت، ما بيكونش هو الكراون الاخير. ممكن يحطوه لما بتبقى زرع في اللي قدام يحطه تيمبوري، بس ما بيتحملش على تيمبوري ده خالص لحد 3 لـ6 شهور ما يعد. ما تاكلش عليه. طيب السؤالين كمان ناخدهم ورا بعض. هلو. الو مساء الخير. مساء النور. حلو. لو سمحتي انا الضرس عندي مسوس وحشيات، ورحت للدكتور قال ما فيهوش حاجه سيدي زي ما هو، وابتدى دلوقتي يعني يفرد كده من الداخل. يعني تسويس زاد وهو قال لك لا مش محتاج علاج؟ لا قال لي سيدي زي ما هو، بس دلوقتي حتى الضرس يعني فرد شويه من الجنب اللي جوه. فرد تقصدي التسويس زاد يعني؟ مش عارفة، انا حاسة درسي زاد من جوه يعني فرد كده على يعني بدل ما الدرس واقف كده زاد. تعوج. اتحرك شوية. يعني او تعوج. لا يبقى شوفي تشوف دكتور تاني مش كده؟ ملوش دعوة بالتسويس. في ألم ولا مفيش وجع؟ مرة واحدة وجعني بس بقاله شهر ما وجعنيش تاني. فحضرتك بتتكلمي على اساس ان السن اتحرك او الضرس اتحرك من مكانه؟ لا ما اتحركش، عمل ميل يعني ربع سنتي كده او نص سنتي. هل عندك فراغ بينه وبين الضرس اللي قبله؟ لا ما فيش. واسنان اللي قدام اتعوجوا. يبقى لازم نشوف برضو اشعة ونشوف العظم ان كان بيحصل تآكل في العظم. فاحيانا السنان يحصل فيها تحرك، بنشوف السنان اللي فوق، فدي بتبقى مشكلة ممكن أساسها
تاكل في العظم بيخلي السنان تتحرك شويه. لو هشاشه يعمل كده؟ ممكن يحصل. اه السنان ممكن تتحرك لو القفله من فوق وتحت مش متوازنه مع بعض. يعني العوجان السنان كمان يبقى هشاشه يعني؟ يكون زي هشاشه عظام يعني. ممكن يكون كده، لان السنان بتتحرك يبقى في اسباب. اعتقد ده اكتر سبب انه العظم لما بيتاكل انه ممكن السنان تتحرك. هم ما تحركوش، اتعوجوا القدام او اتعوجوا يعني، او ان هم ابتدوا يبقوا تلتد بسبب حاجه زي ميلوا يعني. ميلوا. طب لو عايزه اسال سؤال يا دكتور، هل التنظيف كفر في السنان ولا ندفع فلوس؟ هل التنظيف كفرد بالانشورانسز؟ اه اغلب الانشورانس المفروض يغطي التنظيف. ما الدكتور بيقول لا تدفعي. حسب التامين بتاعك، لان في انواع كتيره ممكن تكوني يعني استعملت الانشورانس يعني. كل حاله في الحالات دي عايزين نبقى نتكلم دقيقتين على الانشورانس لانها مختلفه خالص عن الانشورانس الطبيه لو سمحت. الانشورانس كل واحد عنده يعني بنفيتس معينه بتغطيه في السنه، فاحسن حاجه ان حضرتك تتصلي بالاوفيس بتاعك وتتكلمي مع الشخص، لا او حتى دكتور السنان، وتخلي الفرونت اوفيس يشرحوا لك البنفيتس بتاعتك، او ممكن تسالي الانشورنس بتاعك برضه. اوكي ميرسي. طيب نشكرك. سؤال كمان. هلو. ايوه اهلا بيكي. الو مساء الخير. مساء النور. لو سمحتي مساء الخير دكتوره شهيره، وسلام لحضرتك وللدكاتره اللي معاكي. ميرسي ميرسي خالص. اتفضلي حبيبتي. الو احنا سامعينك، كملي. ايوه لو سمحتي، انا عندي اخر ضرس في اللثه فوق هو كان متنظف عليه كراون. اللي أيوة. حصل ان في ورم فوقيه، بس الورم مش تعبني خالص. اه فرحت للدكتور اللي انا بتعالج عنده، قال لي لا انا كدراستي في مصر وهنا انا لازم اشيل الضرس. طب هو مش واجعني خالص، مفيش اي الم. اه وقال لك ده الورم ده ايه، خراج يعني ولا لا ورم في اللثه؟ ورم بسيط فوق الضرس كده بس. طيب. مش وجعني خالص، مفيش اي الم. طيب تحبي تقولي لها ايه دكتوره نوال؟ برضه ناخد فهو يعني بيقول لي اشيله، قلت له لا مش وجعني اشيله ازاي؟ طيب عليه كراون. برضه ناخد اشعه لان ممكن يبقى في تاكل في الضرس او تاكل في العظم او التهاب في اللثه، ومش كل حاجة ما بتعملش وجع تبقى كويسة. ممكن ممكن انفكشن. ساعات في الحالة دي لو هي يعني درجة بسيطة بنديها انتي بيوتيك ونتابع معاها. لو الورم خف ومفيش وجع ومفيش انتشار، مفيش دوبان في العظم، مفيش اي انفكشن حوالين السنة، بنسيبها فترة وبتبقى في متابعة يعني، بس حسب الحالة برضو. اتفضل. ممكن يكون جدا لو انت الورم اللي بتتكلمي حضرتك عليه زي بنسميها دملة صغيرة، اللي بيحصل فيه حالات كتيرة العصب بتاع الضرس بيموت وبيبقى عندك ورم صغير تقريبا الالتهاب بيطلع منه، وعلشان كده ما بيكونش عندك اي وجع. معرفش ليه الدكتور اقترح ان هو يتخلع، لكن في حالات زي كده بتحتاج علاج عصب والورم ده يروح. فيعني ممكن جدا يكون عندك خراج وما فيش اي الم، فمش معنى كده ان احنا نسيب الخراج، بس برضو مش معنى كده ان احنا نخلع الضرس. طيب احنا عندنا اسئله تانية. طيب انا في اثناء الاسئله حد ضرسه اتخبط وحضرتك ورتنا بسرعه كده تقولوا لنا، ساعات الواحد بيلعب او الطفل بيلعب كوره او واحد وقع فالضرس بتاعه اتهز او اتشال خالص، ايه اللي ممكن يعمله بحيث اذا كان ممكن مش الضرس يعني السنه قصدي، ايه اللي ممكن تنصحوا بيه علشان اذا كان ممكن السنه دي تتحط له تاني او تتثبت اذا كانت اتهزت؟
لو الطفل ساعات بيتخبط في السنان القدامانيه بالذات ديت، بعض الاحيان بتنزل السنه كامله كده زي ما هي بالجدر بتقع. في الحالات ديت احسن حاجه تعملها ان انت مجرد تشطفها بميه وتحطها احسن مكان تحفظها فيه لحد ما توصل للدكتور في بق العيان في بين سنانه وخده، ده لو كبير شويه او حتى لو كان طفل. التاني افضل حاجه اللبن، كوبايه لبن. وبنقول لو في فرصة ان تنجح عملية ان احنا نزرعها تاني في مكانها، لازم توصل للدكتور الاسنان في خلال 6 ساعات من الموضوع دوت. بعد 6 ساعات بتكون الفرص اقل بكتير، ويمكن الوقت وسرعة وصولك لدكتور الاسنان ده اهم عنصر في نجاح عملية انك تزرع السنة دي تاني مكانها. ما تحاولش انك انت تكحت الجدر بتاعها باي شيء، لان ده بيبقى مهم جدا جدا ان السنه تقدر ترجع. مجرد تشطفها بميه، ما تدعكهاش ولا تكحتها باي حاجه. يعني لو الشخص كبير ويقدر يحتفظ بالسنه وما يبلعهاش ويحطها في بقه، يبقى ده الاحسن جو مناخي ليها. مظبوط. ما كانش يبقى يحطها في لبن. هل ممكن الاب يحطها في بقه مثلا بدل الطفل؟ ممكن. ممكن. يعني هي الفكرة ان التكوينات الكيماوية بتاعت اللعاب هي اللي بتحمي السن. مظبوط. فلو الطفل صغير ممكن الاب يحتفظ بيها؟ ممكن. احنا مش لو يعني مفيش لبن يعني. طيب، ويروح في نفس اليوم ممكن تتلح. طب لو اتحركت بس وما وقعتش؟ بيكون هو الخبطة بينتج عنها حاجة، يا اما ان هي تبقى تدخل لجوه او تطلع لبره او تشبت، تبقى حته صغيره منها تتكسر. وحسب حسب الكسر بنحدد العلاج. لو كسره صغيره ممكن تتبني بالماده بتاعه الكومبوزيت اللي هي الفيلينج ماتيريال. لو اكبر شويه ممكن نحتاج ان احنا نعمل لها روت كانال. يعني في كل الحالات لازم يشوفوا، حتى لو اتهزت بس فاضله مكانها ما يهزوهاش اكتر ولا يعضوا عليها تفاحة ولا حاجة، ويروحوا برضو للدكتور. لازم تروح للدكتور. يعني كمان لو السنة اللي اتخبطت مثلا في طفل صغير عنده 7 سنين، السنان اللي قدام ديت ما بتكونش لسه اتبدلت، او سن 6 سنين ما بتكونش السنتين اللي قدام دول لسه اتبدلوا، ممكن تطلع لبره شوية. لو الطفل او الاب والام زقوا السنة ديت لجوه بتخبط السنة اللي جاية بعديها، فدي ما بتكونش حاجه كويسه، ممكن تبوظ. يعني اي خبطه سنه اتهزت او اتخلعت يلحقوا يروحوا للدكتور ويحتفظوا بالسنه اللي اتخلعت في بقهم، ما يبلعوهاش او في شويه لبن. مظبوط. طب معنا 3 مكالمات كمان ناخدهم. هلو. الو، مرحبا. اهلا بيكي. ممكن احكي مع الدكتور؟ اتفضلي. الو، سامعك يا حبيبتي، اتفضلي. أنا عندي 4-5 سنون فوق، وعندي تحت 4-5 هم باقين، بس هسه دا يتحركون التحت، فأنا ناوية أشلعهم كلهم وأخلي طاقم، صحي ولا مو صحي؟ أنا عندي ضغط. عندك إيه؟ عندي ضغط. ضغط؟ أوكي. نعم. أوكي. تشبه السؤال بتاعت المدام الأولانية. أنا عمري 65 سنة. أوكي. حضرتك بتقولي السنان بتتحرك شوية؟ السن الامامي دا يتحركون. ثلاثة منهم دا يتحركون. بس انت مش حاطة برنجز؟ يعني اليوم بكرة يوغا. مش حاطة كباري؟ لا بدل ما تتحرك يبقى ممكن افضل اللي هي تعمل تشيلهم. احنا بنسمي يعني ممكن اخذهم كلهم واعمل طخم. ايوه، احنا عندنا في السنين اللي بتحرك فيها 3 درجات. الدرجة اللي هي الجريد 3 لو هي بتتحرك من جدرها يعني، ديت انديكيشن على طول ان هي تدخلها. التحت ده تتحرك كتير. يبقى الافضل ان انا قبل شهرين الدكتور الاسنان حكى لي كل الاسنان مالتك يعني مو زينه، ولو الفوق ما ده تتحرك، بس قال لي مو زينه، قال لي اخليكي ثابت، فانا ما اقدر اخليه ثابت. فايش اسوي؟ انا ناويه اشلعهم كلهم واخلي طاقم. معلش، هي عندها 5 بس فوق و6 تحت، يعني تلت السنان تقريبا. نعم. فممكن يعني هي بتاخد رايك. بس هو انا موافق على ان هي تشيل لو السنان بتتحرك، بس هي دايما المشكله لو السنان هيلثي
مش بتتحرك، بيبقى دكتور السنان يعني مسؤوليه انه يشيل سنه ما فيش انديكيشن ان هي تدخلها يعني. لكن لو بايظين وبتتحرك لو هم بيتحركوا طبعا ما فيش مشاكل ان هم تعمل تشيلها. طيب نشكرك، ناخد مكالمه كمان. شكرا، تسلمي. العفو حبيبتي، شكرا، مع السلامه. هلو، اللي معانا على الخط. شكرا، اهلا بيك، اتفضلوا بالسؤال لو سمحت. انا اول ما باجي اتداوى علي صوتك حبة حبيبتي، اما بتداوى بالجامد الفكين بتوعي بيوجعوني جامد جدا، يبقى في الم جامد جدا. مش عارفه ده منين، هل ده من الاسنان او من ايه، يعني تقلص في العضلات نزل ولا دم بتقول؟ لا الفك بتاعها. الفك فوق. اتفضل دكتور عمال. المشكلة بتاعت حضرتك اعتقد سببها المفصل بتاع الفك. في ناس بيبتدي لما يتوبوا بيطلع من مكانه، يعني بيطلع من مكانه احيانا، او بيحصل اصوات يعني بتوجع، فدي محتاجة اخصائي بنسميها التي ام جي يبص على المفصل بتاعك ويشوف ايه الاسباب. ولما بتتوبي او بتفتحي بقك اكتر من مسافه معينه المفصل بيطلع من مكانه، فده بيسبب الم، فبيحاولوا يشوفوا ايه الطريقه المناسبه انك اما تبتدي تعملي تمرينات وتحاولي ان لما يحصل حاجه زي كده تخلي بالك ما تفتحيش بقك بطريقه كتيره. فاحسن نصيحه ليكي انه تشوفي اخصائي. احيانا دكاترة التقويم بيعالجوا حالات زي كده، احيانا ممكن تكوني برضو بتجزي على اسنانك، او يعني ده كله محتاج اخصائي يكشف عليكي علشان يقدر يقدم لك حل انه الحالة دي ما تتكررش كتير. طيب بنشكرك. معنا سؤال كمان وبعدين نتكلم شوية عن الباد بريث او النفس. اللي معنا على الخط يتفضل. ايوه، I used to take Fosamax almost maybe for 5 years and I stopped it now and I don't know if it is safe for me if I have one of my teeth has to be taken out. هي 5 سنين. هو Fosamax على فكره ما دام قلتي كده ما بينصحش ان حد ياخده اكتر من 3 سنين، لان لقوا مش هو بس، كل الادويه بتاعت ليونه العظام ان بيسبب كسر في العظام الكبيره، الظهر بيركز كالسيوم في حتت اكتر من حتت، وبالتالي دي بتبقى عدم توازن في العظمه ممكن تتكسر. فخمس سنين يعني نشكر ربنا ان انت اوكي، بس لكل الناس 3 سنين هو النصيحه يعني. فهي خدت فوسماكس فهي خايفه ان عظمها يكون جامد قوي، هل ده ياثر على احنا يعني لو هي كانت لسه بتاخد فوسماكس ما بنقدرش نخلع السنين علشان بيحصل نكروزز في البون. لكن بيبقى الحل الاول بيبقى الروت كانال، نحاول احنا نعمل روت كانال للسنه ونحافظ عليها لقد ما نقدر علشان نتجنب النكروزز. لكن لو هي بطلت بقالها فتره، انا مش عارف هي بطلت بقالها قد ايه، بعد فتره من التبطيل بيبقى ممكن. يعني اذا كنتي بطلتي ممكن تشوفي الدكتور وهو يقول لك هتقدري تعملي روت كانال ولا لا، عشان انت بتخافوا من تعفن العظم. يعني بيحصل اوستيوريدينيكروسس. طيب طيب. طبعا موضوع النفس مهم، فكل واحد يقول لنا كلمتين كده، ايه الحاجات اللي بتسبب ان الانسان يبقى عنده نفس مش مستحب خصوصا الصبح؟ فيديو. نشوف فيديو رقم 2 لو سمحتوا. وناخد راحة. الاستاذ المخرج. Breath, also known as halitosis, is a condition wherein a person suffers from oral malodor. This oral malodor can be caused by the same bacteria that aid in breaking down proteins in food. These bacteria digest proteins, which results in the production of sulfur compounds.
Sulfur compounds are volatile and can cause malodor. To prevent the bacteria producing sulfur compounds from growing in the mouth, a good oral hygiene is needed. Halitosis can also be caused by medical disorders such as tooth decay and gum disease, or food like garlic and onion. Skipping meals, fasting and starvation may likewise cause the occurrence of a temporary bad breath because there is decreased saliva production. Saliva in the mouth helps get rid of the bacteria that cause halitosis. In the majority of cases, the cause of halitosis is located in the mouth and not in the throat, nose or ears, nor in the digestive system. Good oral hygiene is essential in treating halitosis. Optimum oral health through good oral hygiene can be achieved by regular dental visits, which includes professional cleaning and checkups. Brushing your teeth and tongue with a fluoride toothpaste twice a day. Using floss or interdental cleaners between your teeth every day. And removing dentures at night, soaking them in antibacterial solution and thoroughly cleaning them before using at the morning. Treatment of halitosis also involves avoiding foods which includes alcohol and caffeine that cause bad breath. Eating vitamin C-rich foods and vegetables like celery and carrots. Drinking plenty of water and sucking on sugarless gum or lozenges. The use of tongue scrapers to thoroughly clean the tongue from bacteria trapped in it. Avoiding breath mints and mouthwashes that may contain alcohol. Applying a few drops of peppermint or tea tree oil onto your toothbrush or tongue. Drinking green tea and the use of mouthwashes that contain cetylpyridium chloride, chlorhexidine, zinc gluconate, essential oils and chlorine dioxide. A few more things to prevent having bad breath. Quit smoking. Smoking increases the chance of developing halitosis through bacterial buildup inside the mouth, which results in plaque formation. If consuming caffeine is unavoidable, rinse your mouth with plain water after drinking. Your general practitioner can give you more information about the disorder and its possible treatments. اتفضلي دكتورة نوال تدينا الترجمة بتاعت الموضوع ده بسرعة على ال في حاجات كتير بتسبب الباد ريس او الهاليتوسيس او النفس، يعني واحد يتكلم تبقى في ريحة مش كويسة طالعة من بقه. فدايما بنقول للعيان مثلا لو انت بتاكل حاجات اللي هي بتعمل الريحة دي ممكن يقللها، او ممكن يعني يعمل براشنج بعد ما ياكلها. ممكن مثلا حاجة زي الثوم، حاجة زي البصل، حاجات فيها حاجات حراقة قوي، فالحاجات دي بتخش في المعدة وعشان تتهضم، بعد ما بتتهضم بتطلع طبعا جازز وحاجات بتعمل ريحة مش كويسة في الهواء نفسه، في الهواء نفسه، وبتقعد الحقيقة فترة طويلة. فبنقول له يحاول يقلل حاجة زي كده. تاني حاجة يعمل طبعا شيك على الماوس كله، على البق كله، يتأكد ان الأسنان نظيفة ما فيهاش أي تسوس، يتأكد ان اللسان نظيف. دايما بننصح لما بنعمل براشنج بالفرشة للسنان لازم نعمل للسان نفسه، وبعدين نتأكد ان اللسة في حالة جيدة، بحيث ان احنا بنعزل كل الاسباب اللي ممكن تعمل اللي هو الباد بريس او الريحة اللي مش كويسة من البق. لو عملنا كل دوت ولقينا ان الموضوع لسه مستمر، بنحاول نوديه لدكتور بتاع لوز او زور او انف. بيبقى في حاجات ساعات بتطلع من بره كده الانف، بتخش على البق فبتعمل زي سكريشن، زي افرازات، بتعمل ريحة برضو مش كويسة. وساعات لما بنعمل الحكايه دي وما بيرتاحش العيان، بنوديه بقى للدكتور بتاع جهاز هضمي، بيشوف لو في اي حاجه في المعده، حموضه او اسيديتي، او في رياكشن، او المعده نفسها فيها لا قدر الله قرحه. كل الحاجات دي بتعمل برضو يعني عوامل مشجعه ان هي يبقى عنده ريحه البق مش كويسه. تحب تضيف حاجه دكتور؟ بس واحدة من الأسباب اللي ممكن تؤدي لكده برضو إن حد يكون عنده قليل اللعاب في البق قليل، وفي أدوية كتيرة بتتسبب في الموضوع ده. لما بنكبر في ناس كتيرة بتاخد 5 و6 و7 أدوية في اليوم،
ممكن تتسبب ان البق يكون ناشف، وبالتالي لو ما فيش لعاب بيغسل البق بصفة مستمرة، ده من الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى أن ريحة البق تكون مش كويسة. فالأدوية مسبب كبير، وممكن في حاجات بياخدوها علشان نقدر نزود اللعاب ويكمل عملية التنظيف، وشرب المية طبعا وشرب المية وكده. طيب في طفل عنده 7 سنين ويعملوا له فيلينج وهيديله نيتروس اوكسايد اللي هو المخدر البسيط ده، هل ده خطر؟ 7 سنين يعتبر قليل. انا يعني احنا بالنسبه لنا ما نقدرش نتعامل مع الاطفال الا فوق ال 13. لو كان تحت ال 13 سنه بيبقى محتاج يكون اخصائي بينج او اطفال يكون يقدر يحط النيتروس اوكسايد. يعني لو هو رايح لدكتور اسنان متخصص في الاطفال يبقى ده شغله بقى. مظبوط. طيب مش عايزين نسيب الدكتور هاني من غير ما يدينا فكره بقى عن النتائج الحلوه بتاعت شغله، اتفضل. لا احنا بس بنحب ان نقول احبائنا اللي بيتفرجوا علينا، ايه لو شفتوا عند ابنك تاخده لدكتور التقويم قبل سن 11 او 12 نوري الصور 7 وبعد كده 8 وبعد كده 9، دول أمثلة على الحاجات اللي لو شفتها. مثلا الصورة ديت الكروس بايت دي لو شفتها عند ابنك حتى في سن 7 أو 8 يبقى ده لازم تشوف دكتور تقويم. نروح بعد كده الصورة اللي بعدها، دي سنان في مش في مكانها خالص، طالعة ورا السنة اللبنية، وواحدة تانية معوجة، وواحدة ملهاش مكان. مظبوط. الحالة ديت برضو كروس بايت، لو ايه بتبقى السنان اللي تحت مغطية السنان اللي فوق عكس الطبيعي. عليها السهم كده، ده بيبقى محتاج اكسبانشن، نكبر الفك العلوي. وده بيبقى افضل جدا في السن الصغير عشان بيبقى لسه العظم ما لحمش مع بعض، نصين الفك لسه في الخط النص ده مفتوح، يعني مزبوط. ممكن يوسعه. مزبوط. اتفضل. حاجة تانية من الاسئلة اللي بنتسألها احيان كتير، نحب نخلع سنان في التقويم والناس تقولك لا اخلع ليه سنان وليه اخلع سنان مش بتتخيل. فانا اوري صورة 10، يعني ان ساعات بنحتاجها. والسن الصورة اللي فوق في الشمال قبل وبعد كده خلعنا سنتين، وبالتقويم نشوف التسلسل، الصورة فوق على اليمين وبعد كده تحتيها وبعد كده تحت على الشمال نشوف. نروح بعديها الصورة الأخيرة 11، ان احنا هنا خلعنا سنتين، لكن بص انهي احسن. فلو واحد قال لك انت محتاج تخلع سنين عشان التقويم ما تتخضش، ده بتبقى غالبا افضل ليك. يعني سنة ملهاش مكان، يعني ملهاش حتى لو عنده 31 سنة بدل 32 بمكانهم المظبوط يبقى أحسن. بالظبط كده. بالظبط، وما بيبانش خالص إن هو عنده أي سنين ناقصة، حدش بيعد خالص. طيب احنا بنشكركم أحبانا، أحب أشكر الدكتورة نوال. شكرا. الدكتور بسالي أو الدكتور هاني، احنا ربنا يعوضكم. ميرسي جدا. وخليتوا الناس كلها هتروح انكلودينج ماي سيلف. انا قلت يا خبر هروح مع 3 بتوع سنان، لازم اعمل لي حاجه مش معقول. ايوه، فكلنا نهتم بصحتنا. الناس اللي عندها السكر عندها ضعف المشاكل بتاعه الناس اللي ما عندهاش السكر، فأهم حاجة ليهم إنهم يتابعوا مع دكتور السنان حتى لما بيشتكوش، دول أولى، ويتابعوا معدل السكر بتاعهم. لو اللي عندهم سكر ظبطوا السكر بيتفادوا كل المشاكل، خصوصا مشاكل السنان. احنا عارفين السنان لها علاقة بالقلب كمان، لما بتبقى سنة فيها ميكروبات ممكن الميكروبات دي تلف في الدورة الدموية وتروح على صمامات القلب وتعمل حاجات مش كويسة. احنا عارفين برضو ان زمان كان الاطفال لما بيعالجوش اللوز بيجيلهم روماتيزم القلب، ويبقى فيه زي تليف على الصمامات بتاعت القلب، ودول بيحتاجوا ان كل مرة يروح لدكتور السنان لازم ياخدوا حقنة بنسلين عشان الميكروبات اللي اثناء ما الدكتور بيشتغل في البق، وهو ما بيحطش ميكروبات، هي بتبقى موجودة بس مجرد الشغل بيخليها
تنفذ إلى الدم وتروح تثبت على الصمام بتاع القلب وتبعت البكتيريا دي للمخ والأماكن المهمة في الجسم. فدي للناس اللي هم بيقولوا لهم لازم تاخدوا حقن بنسلين قبل ما تشوفوا دكتور السنان أو تاخدوا بالبق دلوقتي بنبقى أموكسيسيلين. في بعض الأولاد الأطفال يعني اللي مولودين بعيب خلقي في القلب مش بيسبب مشاكل للقلب، لكن الدكتور القلب لما بيشوفهم بيقول لهم ودايما يكتب في التقرير ويقول للأم لما تروحي لدكتور السنان عرفيه ان ابنك عنده الخرم بتاع القلب ده اللي موجود بين البطينين او الصمام، لان ده بيبقوا مصدر للبكتيريا تروح تقعد وتبعت لاجزاء تانية في الجسم او تسبب حاجة اسمها التهاب بكتيريا للقلب خطير جدا. فدول الناس اللي هم لازم يعرفوا دكتور السنان، ودكتور السنان عادة بيتفاهم مع دكتور القلب او دكتور اللي بيتابع الطفل اذا كان دكتور الاطفال ويقول لهم هل دول محتاجين مضاد حيوي قبل ما نبتدي نلعب في اسنانهم ولا لا. الحاجات دي كلها ناخد بالنا منها، وارجو يكون موضوعنا مفيد ليكم. الموضوع بيتعاد تاني الساعة 2 الصبح بتوقيت هنا، يعني حوالي 2:09 يبقى 11 بالليل، 11 صباحا يوم الاثنين بتوقيت مصر، و11 بالليل تاني بتوقيت مصر اللي هو 2 الظهر هنا. نحييكم ونشوفكم في حلقة جديدة من الصحة الكاملة بكل سلام وخير. نشكركم يا دكاترة. شكرا.